وكما انتهى الشوط الاول انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي على نادي الترسانه 2-1. احرز للنادي الاهلي جونيور اجاييه في الدقيقه 6 الهدف الاول، وجونيور اجاييه في الدقيقه 14 من عرضيه حسين الشحات الهدف الثاني. إنما أحرز إبراهيم منصور هدف الترسانة الوحيد في الدقيقة 42 من ركلة ثابتة. كابتن شريف، الشوط الثاني زي الشوط الأول وانتهت المباراة 2-1 للنادي الأهلي، شفت الماتش إزاي؟ لا أنا ما كان المفروض إن إحنا بنتكلم في الهاف تايم بنقول إن إحنا تاني تايم، كان الكابتن عادل والكابتن علاء بيقولوا ان احنا هنكون لينا شكل تاني في الهاف تايم التاني، لان الحاله البدنيه لفرقه الترسانه المفروض انها بعد كل السبرنتات دي والجري ده والمجهود اللي عملوه في اول تايم يكون السطوه بقى للنادي الاهلي، يكون الدفعه الكبيره ان هم يخلصوا الماتش. لما انت بتعلق ماتش لغايه اخر ثانيه ممكن يجي فيه جون وتتعادل وتخرج بره الكاس. المفاجاه بقى في الاداء مش المفاجاه في النتيجه. النتيجه دي بتاعت ربنا خلاص، والف مبروك النادي الاهلي، ومن مباراه لمباراه ان شاء الله يعني نوصل ان انت تاخد الكاس. كل التمنيات دي كويسه قوي. يعني في حاجات غريبه قوي بتحصل في يعني زي ما يكون في تغييرات غريبه بتحصل. اتنين فراوده بيخرجوا وانت المفروض تجيب هدف، يعني المفروض تعزز مكانتك في الشوط الثاني ده وتلعب بقى بارتياحيه عشان ما يحصلكش اصابات، وحصل لك اصابات لجونيور اجاييه. فما اعرفش يعني اللعيبه نفسها مش متحمسه، ما فيش حماس كده في وسط الملعب. بدل ما انت بتبقى فعل 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 زي ما اتفقنا، بقت الحكايه مشاركه في الملعب، حكايه كر وفر بين فرقتين مع بعض. ممكن تلاقي في أي وقت نادي الترسانة كان ممكن يتعادل لولا تصرف أحد اللعيبة، تصرف متسرع فيه يعني، ومفيش خبرة فيه يعني، خبرة درجة تانية أو خبرة لسه برضو المواقف الكتير ما بيتحطش فيها إنه يقدر يعمل نفسه إنه هيشوط وبعدين يروح عامل إن بتوين باص لوحدي هو جون يقدر يترجم هدف للفرقة. مشكورا فرقة الترسانة الحقيقة، هي والجهاز الفني بتاعها عملوا مجهود كبير النهارده إن يكون ليهم شكل وليهم وجود في الملعب. المشكله عندك انت دلوقتي ان الدنيا كلها بتسال، الجماهير بتسال كلها، انت قربت خلاص على مباراه افريقيا، فين الشكل اللي انا هطمن عليه او فين القوام اللي انت هتعتمد عليه؟ هل في عوده لعيبه جايه ولا في حاجات تانية احنا هنشوفها بعد رحيل مدرب او دخول مدرب تاني او عصا سحريه هترجع تاني نشوفها في الملعب؟ كل ده بيرجع للعيبه. هل انت في حاله تعب بين ايام كل ثلاث ايام مباراه، في حاله زهق؟ في انا شايف في زهق، يعني شايف ان بقت العمليه سيمتريه كده، اداء وظيفي يعني، مش حب في اللعب. أيوة. مش متعه في اللعب. لا بس يعني في مش حاجة اثبات وجودي يعني. بس في حاجه كابتن شريف عايز اقول لك عليها، يعني انا كلاعب مش عايز اقدم المستوى الافضل، مش عايز ان انا اخلص الماتش بدري، يعني انا من جوايا كلاعب كوره في النادي الاهلي انا معاك يعني. بص انا ما عنديش دوافع بأبسط ان انا اكسب الحلول. واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه طالما الفرصه متاحه. الشكل ده عايزين يعملوه بابسط الحلول، بابسط التحركات اللي انا بتفرج عليه في المباراه. احنا كويس. بنتفرج بنحلل اللي شفناه كويس. الكومبينه اللي موجوده دي او الهارموني بين اللعيبه دي كلها، عايزين بابسط شيء يطلعوا لاحسن نتيجه كويس. بابسط شيء ان الكره تبقى مطوعاهم. بابسط الحلول ان كده لو عملنا عرضيه ممكن لازم يبقى فيه الجول الثالث، لازم الكره تبقى مطوعانه. الكره ما فيهاش كده. احنا اتفقنا بالمجهود بالعرق بالتحركات بالتصرفات بتوجيهات يا اخي من بره الخط. انت شايف فرقتك بتشتغل ازاي وشايف الدنيا ماشيه ازاي، اعمل اي توجيهات. انا مش شايف اي توجيهات حصلت داخل الملعب. اي فاهم. انا مش شايف اللعيبه هي يعني المدير الفني بتاعت نفسها جوه الملعب. أي. انا مش شايف غير تغييرات انا غير منطقيه بالنسبه لي، اعتقد كلنا متفقين على كده. عايزين يكون في حل جذري بسرعه، لان انا مش كل يوم انا بوصل لسيمي فاينل افريقيا. اتكلم على اسبوعين تقريبا. انت مش كل يوم بتوصل لهذا البوزيشن وهذا المكانه وانت مطلع فرقه كبيره قوي. دي كانت فرقه شكلها شكل بطوله اللي هي صن داونز. يعني انت عامل مجهود كبير قوي الفتره اللي فاتت وبتتعب كتير قوي وبتوصل لحاجات كتير قوي. حافظ بقى على هذا الشكل
بس مش بهذا الشكل. مش بهذه الطريقه يعني. يعني الناس دلوقتي حتى قعدوا يكلمونا احنا واحنا قاعدين، يا جماعه ازاي مش عارف ايه ده، لازم تقولوا لازم تتكلموا. احنا بنتكلم اللي احنا بنشوفه الطبيعي يعني. المشكله بقى هي المشكله جوه اللعيبه نفسها يا ايمن. تعب، ارهاق، عايزين يستشفى كلهم، عايزين يريحوا. طب اللي حصل النهارده نص الفرقه بره، اللي موجودين دول يقدروا يثبتوا ان هم اهل ثقه في اي مباراه جايه، او دول اللي يمكن الظروف توديك ان هم دول اللي هيلعبوا برضه؟ ما تعرفش الظروف ممكن توديك لغايه فين الاسبوعين الجايين دول. يعني في شكل كتير قوي وتحدي كبير قوي وتركيز كبير قوي في الاسبوعين الجايين دول على ما اعتقد. يعني لازم يتخذ في اجراءات كتير قوي بين اللاعب وبين نفسه وبين الجهاز الفني نفسه والجهاز الاداري. لازم يدخله، ولازم يبقى في ناس بتكلم لعيبه معينه. دايما العجيزي كده اتكلم على مروان، نتكلم مع اليو بادجي، ده لازم برضو حد يقوم اللعب بتاعه، حد يقول له انت تتحرك يمين، تعمل سويتشات، تعمل تريكات، تعمل. لازم برضو في ناس تبقى قاعده بتتكلم مع اللعيبه دي في توجيهات من الملعب قبل المباراه. لا انا فكرت في حاجه يعني. انا بقول للعيبه نفسها، اللعيبه نفسها دي عملت قبل كده ماتشات كويسه، ما تتفرج على الماتشات الكويسه اللي انت عملتها. يعني اتفرج على نفسك وانت كويس، بتعمل اداء كويس. ايمن ربنا ساعات بيديك ماتش بيوريك الاتجاه فين، النو هاو بتاع الحكايه فين، بيليك بتضغط وبتخلص المباراه بسرعه كويس. وبتعمل ال1 2 وبتعمل تريكس وبتبقى انت واقف على حيلك وبتجري كتير وتتحرك لزميلك، ما بتتكلش على زميلك. ربنا بيديك مره مباراه زي دي يوريك كويس. معنى الفوز والاداء شكله ايه، لانك هتروح في منطقه اخطر. صح كابتن شريف، اللي انت بتقوله حضرتك حصل من اللعيبه دي نفسها. مزبوط. في بعض المباريات ماشي. عشان كده انا ما سميتش لعيبه النهارده، ما اتكلمتش عن قفشه مثلا، ما اتكلمتش ليه كهربا مش من اول الماتش عشان يخش وانا محتاجه في ماتش افريقيا، ما اتكلمتش على اي واحد باسمه ليه احمد فتحي يجي باك ليفت، ما كان في تغييرات تانية ممكن يعني تحصل فيها دي طبعا. في حاجات فنيات كده في الملعب كانت موجوده، تحس ان الخط غايب. انت عارف انت مفتقد ايه كمان يا كابتن شريف؟ اتفضل. حاجه مهمه جدا جدا مباراه النهارده، شخصيتك. ما انا بقول لك انت ماليش شخصيه في مباراه النهارده. مفيش قائد مباراه النهارده. لا ما علينا ما علينا، انا عايز اقول حاجه. مباراه النهارده دي امتداد لمباراه طنطا اللي فاتت. ما انا ماشي. انت بتفتقد شخصيتك مع طبعا مع فريق طبعا ليه كل الاحترام، بس الفروقات كبيره قوي. بس انت في شخصيتك في الملعب. بص، غياب اللعيبه بعض اللعيبه الاساسيه مؤثر على شكل ادائك، مش عايزين ننكر. ماشي. مؤثر ماشي. عمرو السيد مش موجود في نص الملعب مؤثر، معلول مش موجود مؤثر طبعا. انا معاك، لكن اللي نفرض يا اخي لسبب ما ربنا طبعا يشفيهم، الاثنين دول مش موجودين. ايوه. هتتصرف ازاي؟ هتضطر تلعب بدول. كويس؟ أي. لما انت هتلعب بالناس الموجوده دي، يبقى الناس الموجوده دي شخصيه النادي الاهلي وشخصيه البطل الموجود احنا نتكلم عليها قبل الاستوديو مش موجوده النهارده. تفتكر عليها بسبب الدوري اللي احنا خدناه ده؟ لا لا لا، لا. عشان انت... في ناس هتقول لك كده. بص يا شباب، هتقول لك ايه؟ هم بقى خدوا الدوري واللعيبه بتلعب بارتياحيه يعني. لا لا، الكلام ده كابتن علاء قوي حضرتك عارف، احنا طول عمرنا بناخد الدوري وبتيجي الماتش اللي بعده بتموت نفسك. الكلام ده بلعب لنفسي حتى. الكلام ده كابتن شريف، الكلام ده اتفقنا عليه في الاستوديو يوم لما اللعيبه عرفت ان هم اخدوا الدوري. كانت مباراه سيئه جدا، وحتى كنا جايين يفرحوا. فايلر حتى قال لك ان انا حاولت اخليهم ينسوا هم خدوا الدوري، لكن واضح ان هي كانت مباراه حلوه وخلاص وخدنا الدوري. لكن بتكلم مباراه النهارده، انت فقدت حاجات كتير جدا 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 خلت الشكل يعني مش حلو. اولا شخصيتك مش موجوده في الملعب، روحك مش موجوده. روحك مش موجوده. قلقك على المباراه مش موجود. عايز تزود اهداف مش موجوده. تنظيم خطوط في الملعب مش لاقي. يعني انت انا هتكلم، بص انا هتكلم على الحاجات الفرديه اللي انت تملكها كلاعب، مش هتكلم على جمعيه. شخصيتك فرديه، شخصيتك مش موجوده، روحك في الملعب مش موجوده، غيرتك ان انت برضو يعني النادي الاهلي عايز لازم تكسب 1 و2 و3 وبشكل حلو. وكان عندهم فرصه كبيره قوي ده في اول 14 دقيقه 2-0 بالظبط. 2-0 2-0 احنا قلنا بره الماتش هيخلص 6-7. ده زي ما يكون بيتحدوني انا. انا قلت 3-0 بس لا وعلي عبد الرحمن خلي بالك قال لك يا رب ما تطلع 3 ده هيمسكنا هيعمل فينا مساوي. لا لا اصل خلي بالك احنا بنتكلم بحرقه شويه، الواحد زعلان يعني. لا مش يعني لا انا عايز كان النادي الاهلي لا النادي الاهلي كان لازم ماشي زي ده برضو يكسب 2-3-4-5 قادر تزود زود. طمن ان الجماهير وطمنا على حالتك قبل الماتشات الصعبه اللي جايه. مولين عرب كسب في 14 دقيقه 3-0 من بين شخصيتك للجمهور، شخصيه النادي الاهلي اللي كان مفتقدها النهارده، روح الفانيله الحمراء اللي كان النادي الاهلي مفتقدها النهارده وكان مفتقدها ماتش طنطا. ده اللي انا بقول عليه يا كابتن علاء. ما هو ده
انا بتكلم فيه انتوا شرختوا زي اللي انا بتكلم فيه. انا بقول لكم النهارده الحاجات الاساسيات بتاعت لعيب الكوره مش موجوده، اساسياتك كشكل فريق مش موجود. 2-0 لازم النتيجه خلاص 2-0 استحاله اخش منافس في مباراه 2-1 وضيع هدف. ايهاب فؤاد مضيع هدف بالهيد في اخر ثانيه في الشوط الاول. طب بص يا ايمن، روح للسيناريو الأسوأ ان الكره دي دخل الجول، هتطلع 2-2 الشوط الاول. تعال بقى انزل الشوط الثاني، هتلاقي عفاريت طبعا، تلاقي الترسانه دي في السماء وانت لسه عشان تلم نفسك مش هينفع، تاخد وقت كتير قوي، خصوصا اللعيبه واضح ان هي وصل لها حاجه في دماغها، بتادي 90 دقيقه مجرد اداء بس يا ايمن، اداء بس يعني اداء 1-0 خلاص كويس قوي كده. تعرف انت وصلتني ليه؟ اتفضل. انهاء الهجمه كمان، روعونا في الهجمه وعدم التركيز وجت جت ما جتش، يعني فاهم ازاي؟ طيب هنتكلم يا كابتن شريف في الموضوع دوت، بس هنروح الاول لزميلنا العزيز فاروق صلاح ملعب مباراه ومعاه لاعب النادي الاهلي محمد شكري. بنرحب بيك يا فاروق. من جديد بجدد التحية بالكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام، وعقب نهاية لقاء الأهلي والترسانة في دور 16 وفوز النادي الأهلي على الترسانة بهدفين مقابل هدف وصعود النادي الأهلي لملاقات فريق سماد أبو قير في دور الثمانية، يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء أحد أبناء النادي الأهلي ونتاج قطاع الناشئين بالنادي الأهلي محمد شكري. محمد ببارك لك النهاردة على الفوز، ببارك لك على أول مشاركة رسمية ليك مع النادي الأهلي. حبيبي فاروق الله يبارك فيك، طبعا تحياتي للكباتن اللي في الاستوديو. الحمد لله اول مشاركه ليا طبعا، لحظه بحلم بيها من ساعه ما دخلت النادي الاهلي، والحمد لله انا يعني ظهرت بمستوى كويس مع اني لعبت هاف يعني الحمد لله يعني، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. محمد شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما تنزل بيدي لك بعض التعليمات، قول لي ابرز الامور اللي قالها لك الكابتن سيد، ويعني هو بيشيل من عنكم الضغط سواء انت او فخري او شوبير. طبعا الكابتن سيد يعني هو عرفنا انا من زمان، كنت اول ما بدات اصلا كره في الاكاديميه كان الكابتن سيد اللي ماسكني، فهو عرفني يعني فقال لي العب لعبك الطبيعي العادي وان شاء الله انا واثق فيك ان انت هتبقى كويس ان شاء الله، بس عايزين كان بيديني بس الثقه يعني في الماتش، والحمد لله يعني هو قدر يديها لي والحمد لله يعني كنت كويس الحمد لله. وانت قاعد بتتفرج على المباراه من على الدكه بيبقى وضع تاني، اول لمسه واول مباراه اكيد بتبقى فيه ضغوط كتير جدا بتبقى مستنيها في هذا اللقاء. طبعا انت اول ماتش الناس كلها مستنياك، عايز تشوف مين هو يعني محمد شكري، هل هو كويس، هل النادي كله يعني بيتكلم عنك بشكل كويس، فطبعا انت نازل فلازم تثبت ان انت كويس وانت بتلعب في النادي الاهلي يعني لازم تظهر بشكل كويس يعني ما فيش حاجه اسمها وحش، فالحمد لله يعني الواحد قدر على قد ما يقدر ان هو يظهر بشكل كويس والحمد لله. فاروق محمد بشكرك وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه، ان شاء الله تفوز مع النادي الاهلي بكاس مصر زي ما فزت بالدوري حبيبي ان شاء الله، كاس مصر وافريقيا. ايوه كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع محمد شكري لاعب النادي الاهلي مواليد 99 اللي تم تصعيده مؤخرا للفريق الاول. النهارده بنقول له اول مشاركه رسميه مبروك لمحمد شكري، مبروك لمصطفى شوبير وكان سبقهم في المشاركه سواء عربي بدر او محمد فخري. مستمرين معاك يا كابتن ايمن وتغطيه لمباراه الاهلي والترسانه وفوز النادي الاهلي على الترسانه بهدفين مقابل هدف. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا زميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل، تقييمك لاداء النادي الاهلي على مدار الشوط؟ يعني احنا اتكلمنا الشوط الاولاني وقلنا ان احنا ضيعنا فرصه ودخلنا الترسانه كمان في معانا في اجواء المباراه وقلنا الضغط هيبقى الشوط الثاني عشان تخلص، بس واضح انه المباراه كانت بتتلعب يعني باريحيه من اللعيبه، مش عارف ليه يعني مفترض ان هم بيثبتوا ذاتهم او بيجهزوا نفسهم. الفكره انك انت بيجي عليك وقت من الاوقات ما بتلعبش كتير فبتجي لك فرصه انك تلعب بتثبت انك كويس وبتثبت انك انت يعني جدير انك تبقى موجود في المكان، ولكن انا شفت ان النتيجه جيده انك تصعد وده المهم. هتيجي نتكلم في الايام في الناس ممكن تتكلم تقول لك لا النادي الاهلي لازم يصعد بنتيجه ويصعد. كابتن عادل انت بتتكلم على ان النتيجه مرضيه؟ ده طبعا لا، انك ما بكلمش على الهدف. بص يا كابتن، ان انت صعدت. بص يا كابتن، خلينا نبقى واقعيين. انت عندك هدف كويس بتشتغل عليه، حققته ان لا، وانك انت رايح فين، كل اللي انت بتعمله ده عشان تروح فاينل كاس وتاخد الكاس، لان النادي الاهلي بيلعب على البطولات. ماشي، ما ينفعش انك تاخد دوري وتقول خلاص انا خدت دوري، لا كمان هتاخد الكاس كويس. فتوصل بيه لاي وضع او اي شكل ممكن يكون ادائك مش مطمن او الناس مش مطمن
من الناس بيها، ولكن انت وصلت للهدف بتاعك من اقل الطرق بغض النظر عن الاداء. انا ده وجهه نظري. ما هو انا ما اقدرش افصل بين الاثنين. لا اقول لك يا كابتن، بتتكلم عن النادي الاهلي عادي. لا انا هكمل لك، انا بتكلم على تجاربي. كويس. المفترض ان انا لو في وقت ده مكان مثلا الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، مكان الجهاز الفني مكان الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، انا هشتغل على الوداد حتى في المباراه دي. ماشي. ان انا يعني طول الوقت اركز لمباراه الوداد. كويس. طول الوقت ان انا عاوز اوصل باللعيبه حتى اللي ما بيلعبش. في احيانا ادائك انا ما بهتمش بيه. كويس. ادائك في المباراه، بس انا بهتم انك انت في مباراه كاس انك تكسب. ماشي. دي وجهه نظر. ماشي. ممكن يكون الاداء ما كانش كويس من وجهه نظر الناس بالشكل العام، ولكن انت وصلت للغايه بتاعتك. تعال نتكلم بقى على الاهم في الوقت ده. انك انت ازاي تروح لفرقه زي فرقه اللي هتلعبها في قبل النهائي الوداد. كويس. يعني انت لو حتى بصيت، يعني احنا عندنا وقتنا، ممكن لا هنتكلم فيها في الاخر طبعا. يعني انا ممكن اقول لك في وقتها بقى، لا هنتكلم فيها لسبب بسيط كمان، ان في بعض الحاجات اللي حصلت النهارده لو حصلت ماتش الوداد تخسرنا كتير. كتير. بص انا عايز اقول لك كلمه، يعني انت لما تيجي تلعب مباراه مع الوداد اكيد تحضيرك ليه غير مباراه مع الترسانه. هتقول لي ان ممكن اللعيبه دي تبقى متواجده، حتى الدافع نفسه يا كابتن هيكون مختلف تماما. صحيح. هيبقى في اختلاف في الدافع بالنسبه لماتش الترسانه، وبالنسبه انت بتتكلم على ادائك كلاعب، الاداء بيعلى لوحده لانك انت بتلعب على فاينل، على قبل فاينل افريقيا، بتلعب. كويس. مع فرقه وصلت قبل نهائي افريقيا، فانت كويس. اطمن تماما. انا 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 بص يا كابتن، انا ما بخافش من الاداء اللي هو قبل المباريات الكبيره، الاداء اللي هو ما بيكونش جيد 100%. عارف ليه؟ لان التفكير بتاع اللعيبه دائما بيبقى في المباراه، وليس بيبقى في المباريات السهله اللي المفترض ان هي فيها سهوله. كويس. زي مباراه الترسانه. كويس. بس المباريات اللي هي زي دي يا كابتن بيبقى افضل اعداد وافضل تجهيز لمباراه زي الوداد اللي جايه كمان اسبوعين. فجمهورك واحنا كمان، احنا من ضمن الجمهور، احنا عايزين نطمن على الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي. تمام. قبل ماتش الوداد. تمام. لما انت تعمل ماتش اقل متوسط، الماتش اللي بعده نفس النظام، الماتش اللي بعده انت ماشي على نفس الله. طب انت كده مش مريحني، حتى مش مطمني انت. فانت بتقول انا دلوقتي مش قلقان. طب انا عايز اطمن امتى؟ هو يوم ماتش الوداد. لحظه يا كابتن، هو الاطمئنان يعني انا الحاله الفنيه اللعيبه، يعني انا النهارده مثلا هل طريقه اللعبه وهل الافراد كلها اللي هتلعب في مباراه الوداد؟ لا يا كابتن. وممكن يجي لك وقت هتقول لي هيكونوا مصابين، فممكن يكون لا قدر الله يكون ناس مصابه. انا ما بتكلمش على مباراه واحده. يعني احنا مثلا كنا بنتكلم من فتره على طريقه اللعب وطريقه تشكيل مستر فايلر، فكابتن علاء ميوب كان بيقول لنا ايه من فتره، هو كابتن محمد يوسف، هو الراجل خلاص بنسبه 99% حاسم بطوله الدوري، هو دلوقتي بيفكر في حاجه ثانيه خالص. يعني هو طبعا بيفكر في الماتش ده انه يكسب، ولكن هو بيفكر لقدام لماتش الوداد، فهو عينه على حاجات في الملعب عايز يعملها ماتش الوداد. فانت لما تيجي تقول لي ان النهارده، طب اقول لك حاجه ويعني مش صدمه ولا حاجه، اقول لك حاجه، اللي انا شايفه انه ما فيش تفكير لماتش الوداد في كل المباريات اللي فاتت عملت. لان طب امال انت مش قلقان ازاي؟ لا ما انا هقول لك، انا بتكلم على نفسي. عايز اقول لك هو التاني حل نفسه. انا حل نفسه من الامر، لكن انا عاوز اقول لك حاجه، انا ما فيش حاجه من مباراه الوداد، يعني انا عاوز اقول لك حاجه، يعني انا دارس الوداد كويس جدا. كويس. ويمكن اقول لك تشكيله على ظهر قلب دلوقتي، اقول لك احمد دجاتي والنهري وكماره واشرف سريري والمعلود اللي هو الباك رايت، ويحيى جبران وابراهيم النقاش ووليد الكارت ده الخبره اللي فيهم، واسماعيل حداد انا عارفهم كويس قوي، ويمكن انا اتفرجت على مباريات كتير ليهم قوي، ويمكن انا مشغول بيهم اكتر منه، يعني مش يعني دايما عمال اتفرج عليهم واشوفهم وازاي بيتحركوا وازاي بيشتغلوا علشان احنا هنقابلهم ازاي كفرقه النادي الاهلي مثلا في الوقت الحالي. كويس. انت لو جيت انك انت بتعمل انت لو جيت انك انت بتيجي تعمل لمباراه الوداد بالشكل اللي بيتعمل ده، انا شايف انه ان ما فيش الاعداد ده جيد، لاني
دلوقتي مثلا على سبيل المثال عاوز اقول لك انت ما عندكش استقرار في حته الباك رايت، رغم ان افضل حته عنده عند الوداد اللي هي الباك ليفت اللي هو نهري اللي هو والد الكارت اللي هو اللي عنده خبرات كتيره قوي واللي عنده سرعات واللي عنده مهاري جامد وهداف رغم ان هو باك ليفت. تخيل ان فرقه الوداد مثلا جابت 11 لاعب من الدرجه الثانيه، 11 لعيب من الدرجه الثانيه اتعاقدوا معاهم السنه دي اللي هي في بدايه السنه، منهم ثلاثه تأيدوا افريقيا وثلاثه دول لعيبه واعدين لعيبه كويسين، يعني من اللعيبه اللي عاوز اقول لك اللي طالعين منهم جدارين، ده من افضل اللعيبه اللي هتشوفهم في الوقت اللي هو صاعد لسه لاعب صغير وصاعد. ففي حاجات كتيره يا كابتن ايمن انا بقولها انك انت ما تصدرش مشكله زي ماتش الترسانه النهارده من وجهه نظري، عشان كده انا بقول لك من وجهه نظري وصلنا للهدف بتاعنا. هدفي ايه؟ انا مش عاوز اداء دلوقتي قدم ما انا عايز استقرار، لان انت لا قدر الله لو كنت خسرت من الترسانه، انت عارف النادي الاهلي لما بياخد دوري وبياخد كاس وبياخد افريقيا وحاسم الدوري وممكن يتعادل مباراه يقول لك شمس الاهلي غابت، ما هو ده النادي الاهلي الناس فانا بقول تمنيت ان انا اخرج من المباراه بالمكاسب. يعني هقول لك من اهم المكاسب النهارده مصطفى شوبير. لا في مكاسب طبعا، يعني مصطفى شوبير طبعًا. انا من وجهه نظر من اهم مكاسب النادي الاهلي النهارده ولعب كويس، عنده ثبات الحمد لله، اطمنت عليه، لانه انت دلوقتي علي لطفي عنده تعبان ربنا يشفيه، عندك محمد الشناوي قلنا يا رب يخلوا لنا سليم دائما والحاجات دي ولازم نحافظ عليه، لانك انت عندك مباراه مهمه فلازم تدي واحد زي مصطفى شوبير خبره. مصطفى شوبير من الاجوان اللي انا عايز اقول لك الواعدين جدا، انا يعني انا اشتغل معايا فتره وشفته كويس قوي وحطيته تحت اختبارات كتير، طلع ايه؟ طلع جون كويس، جون ممتاز، ويمكن كل الكلام عليه في كل فده مكسب من المكاسب الكويسه. لكن انت بتتكلم على طريقه لعب، ما فيش دلوقتي مدرب بيحضر ممكن يلعب بطريقه اللعب اللي هيلعب بيها قدام فرقه زي الوداد قدام، لا انت بتحضر، يعني اللي هو عايز اقول لك انا بحضر اللعيبه دلوقتي ان انا اجهزهم بس. انت في اخر السنه وليس في اول السنه يا كابتن ايمن، انت خارج من كورونا، انت داخل خارج من ضغط مباريات، فانت عاوز تجهزهم استشفى، عايز توصلني ان انا اروح مباراه الوداد عندي المهاره الذهنيه كويسه قوي وعندي الاستشفاء رجعت كويس قوي وعندي الاستمراريه اللعب بالخبرات، يعني مثلا علي معلول من اكتر الناس لعب كويس صح ماشي، علي معلول انت محتاج ان انت تريحه ومحتاج ان انت توصله لمباراه الوداد يعمل افضل حاجه ممكنه عندك كويس، ده علي معلول ماشي. لازم تستقر ما بين احمد فتحي ومحمد هاني، لازم الاستقرار في حته الباك رايت مهم جدا 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 ماشي. قبل مباراه الوداد انا اروح الوداد مش عارف محضر طريقه ايه وامرن عليه، لا طبعا لازم اكون مرن اللعيبه عليهم ولازم اكون مطبق في المباراه. لا يا كابتن انا بكلمك في اوقات الفرق بتبقى عندها يعني حاله غير طبيعيه، وانتوا عارفين يعني انك انت داخل على مرحله غير طبيعيه، لما تدخل المرحله الغير طبيعيه في انك انت واصل في بطوله كاس وخلصتهم انت فاهمني الامر، احسن ما يكون في مفاجاه حصلت لك، فانت لما تلم فانت بتلم حاجه بسيطه الاول، اذا كان اداء ولا مش اداء الاداء يتغير بالشكل. طبيعي النهارده المفروض انا كنت مستني مفاجاه من الترسانه، مع احترامي الكامل للترسانه. لا انا بتكلم في حاجه ثانيه، انا بتكلم في حته ثانيه. انا فاهم كلام، انا فاهم كلام، لا انا بتكلم في حته ثانيه. بص يا كابتن، هو انا سمعت تقول لي النهارده كويس ان انا طلعت مفيش مفاجاه حصلت، يعني هو انا المفروض كنت انا كنادي اهلي مستني مفاجاه من الترسانه تحصل لي النهارده؟ دي كره قدم يا كابتن. لا ماشي بس كره قدم ما قلناش فيها حاجه وفيها العجب وفيها كل حاجه. بص على الحاله الفنيه بتاعت لعيبه الفنيه، الحاله الفنيه بتاعت لعيبه الترسانه، يعني هو انت بتوزي فرقتين يا عادل. ايوه يا عادل يا كابتن، يعني هو ينفع الجون اللي دخل يا كابتن؟ انا بتكلم ينفع الجون اللي دخل النهارده؟ انا راجل اولا مش صاحب قرار ماشي، ولكن بستشف الامور كويس كويس. انا بتكلم في استراتيجيه النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت من اللي انا سامعه وشايفه، ممكن يبقى فيه تغيير. لا سيبك من اللي سامعه، لا ممكن يبقى فيه تغيير لجهاز فني مثلا، فانا بكلمك على دخول جهاز فني يكون وصل مثلا واصل للدور الثاني، ولا تصدر لي مشكله انك انت عاوز اعداد نفسي للاعبين عشان خرجوا من فرقه. ده مش عايزين نتكلم في الموضوع ده يا كابتن عادل، انا مش بتكلم فيه، انا بقول لك يا كابتن، انا بقول لك في اوقات مهمه قوي الاداء انا ما يهمنيش كويس، قد الاستقرار يهمني ماشي. انا بتكلم على الاستقرار في الوقت الحالي
الفترة اللي انت فيها دي انت يجب عليك انك ما يبقاش عندك حاجة طارئة تحصل لك علشان تبقى عندك اعداد جيد لمباراة الوداد. دي وجهة نظري. ممكن الكلام ده تعرفوه قدام اللي انا بقول اللي انا بقوله ده، بس ده استراتيجيتي انا ووجهة نظري انا ان انا دايما لما بروح لمباراة مهمة عندي لازم يكون عندي استقرار. فخروجك بمفاجأة، عشان كده انا بقول الحمد لله ان احنا عدينا وكسبنا المباراة وعدينا الدور اللي جاي. مش النادي الاهلي، انا النادي الاهلي بالطبيعي لازم يكسب، لكن في اوقات يا كابتن المفاجآت وكرة القدم تقصى عليك. فانا ما كنتش اتمنى في اي وقت، انت كنت تتعادل وكنت ممكن تخش في دوامة وقت اضافي وتعب وحاجات كده. طب ايه السبب يا كابتن عادل؟ ما انا مش عايز اتكلم على السبب دلوقتي يا كابتن شريف، انا بتكلم على اني انا سعيد ان احنا تخطينا طبعا دي مباراة الترسانة علشان اللي ما بعد. اللي ما بعد ايه؟ مباراة الترسانة، مباراة الوداد. لا ما احنا اللي يهمنا اللي بعد. عشان كده بنتكلم دلوقتي. جون زي اللي دخل فينا النهارده ده إن كل طريقه سوريا يعني. زي ما كابتن شريف بيتكلم الوداد اسلوب لعبها من على الاطراف، كور ثابته وكور ارضيه. انت عارفه اللي انت قايل الفرقه هي كور ثابته وكور ارضيه الوداد من ناحيه الشمال كل من ناحيه كده. اليمين النهارده ما يخش فيا جون بهذا الشكل. على فكره كابتن عندنا مشكله هنحلله يا كابتن. انت لما تيجي تعد لفرقه الوداد مين اللي هيعد؟ لا فرقه الوداد ما نعرفش. لا لا انا بقول لك، لا انت فاهمني انا عاوز اقول لك ايه. لا انت عاوز اقول لك ايه، حتى المجموعه دي اللي هتلعب سرد باكات او الناس دي ما ممكن يكون في سرد باكات تانيين. انت مش في اساسي وفي احتياطي وفي لعيبه بتلعب وفي لعيبه ما بتلعبش. فانا الوجهة نظري ان احنا بص يا كابتن كويس انك ما تصدلكش مشكله النهارده. ماشي ماشي دي وجهه نظري. هنتكلم فيها برضه، نتكلم بقى فيها براحتك كابتن هاني. الاداء الهجومي اللي انا بكلمك عليه كل مباراه كويس، ولكن انا عايز اكلمك على انت شفت الشوط الاول والشوط الثاني تقريبا احنا شفنا الشوطين شبه بعض تقريبا يعني. فانا هو كابتن عادل قال ايه؟ النتيجه تعتبر مرضيه. ما تكلميش على الاداء دلوقتي، انا هكلمك انت. هل النتيجه مرضيه والاداء مرضي؟ هي النتيجه مرضيه ان انت صعدت دور، ان انت صعدت دور. طب معانا الجول، معانا الجول الاول هنحلله الاول تمام ونبص عليه ونشوف بدايه اللعبه. ممكن تجيب لنا بدايه اللعبه من الاول خالص؟ ده كان في الدقيقه 6 كويس. خلي بالك كابتن عادل انا عايز اقول لك على حاجه، عشان في الدقيقه 6 دي انت عارف انت بتتكلم في الدقيقه 6 في بدايه المباراه، يعني انا كنادي ترسانة واقف على رجلي صح وكمان واقف ورا صح. بص بقى الثغرات اللي في نادي ترسانة من الدقيقه 6. بص تاني عليه، بص بيجروا ورا الكوره، ده طابور فاهم. ادي اللعبه اتلعبت، مروان اتحرك وخد هنا هو بادجي كان لعبها له هو اصلا، راحت لاجايل اللي مكمل. هو تحرك ودي حاجه كويسه من اجايل. هو تحرك مروان، تحرك مروان خد معاه الاثنين لعيبه، هو اللي فتح لاجايل بالظبط. ده هو كان عايزها كمان بالظبط. هو تحرك كويس مروان في الكوره دي، تحرك كويس. وحتى مروان لو تبص عليه تفاجئ ان الكوره دخلت جون اصلا يعني. كان هو كان عاوز طبعا ال1 2 بس بالظبط كويس ان هي راحت لاجايل يعني. لا طبعا فرقه ترسانة برضو بصراحه تتحسب لها كابتن ايمن ان هم لموا نفسهم تاني الشوط التاني، يعني دي حاجه تحسب لهم لان كلنا كنا متوقعين يا كابتن شريف هيقعوا بدني. بصراحه لا راحوا الشوط التاني وهددوا مرمى مصطفى شوبير وكانوا واقفين على رجلهم كويس جدا. ويعني انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي صعب المباراه على نفسه. طبعا ده الجون الثاني برده يعني تعمل يعني احسن من الجون الاولاني طبعا. نبص عليها ثاني برده ممكن تجيبها لنا من الاول، هتهلنا من الاول بعد اذنك اهي ماشي. بص بقى لما نلعب الكره بسرعه ايه اللي بيحصل؟ كل ده خلي بالك وان تاتش. وان تاتش. لا ده الاولاني ده. لا ده الاول ده. ده الاول. ده الاول. لا ماشي بس ما حتى الاول وان تاتش. بص السرعه. بص السرعه. ماشي ادي الثاني لو تنفع تجيبها سامي من بدري شويه. ممكن تجيبها لنا من بدري شويه او من ورا شويه. بادجي يعني عملها كويس صراحه يعني. وعمل فيها شغل كويس فردي. صح. خلي بالك بص لما بنسرع الريتم طبعا توصل كتير طبعا طبعا. الفرق اللي قدامك مش عارفه تقف صح. بتستغل الموقف بتجيب جوال بتهدر فرص توصل لجول كتير صح.
اللعب على الاطراف زي ما قلنا ما في تكتلات يعني الفرقه بتلعبك ده يا ريت هما متكتلين يا كابتن ده هما متكتلين في الغلط هنلعب ب 4 5 1 في الاول فهيبقى في 9 ده دلوقتي انت بتضربهم بباص خلي بالك انت في الدقيقه 13 بتتكلم يعني من بدايه المباراه ضربتهم في باص بص باص واحد بص بص كام لاعبين بص بقى لعيبه الترسانه في كام متر 10 متر 1 2 3 4 5 6 7 في تقريبا ما تكملش 10 او 15 متر ولعيبه الاهلي برده ما فيش انتشار لا بس هو حسين الشحات يا كابتن يعني هو بس حل الموضوع بس حسين الشحال حلل كل الموضوع ده يعني انت بتتكلم في انك انت هم عاملين ماشي خلينا بقى ماشي بص بعد ما راحت لحسين الشحات اللي هو الحل بتاعنا انتشروا اللعيبه بتاعتنا بقى تكمل اهو عندك واحد وعندك اثنين والتالت كمان مكمل واي تكتل ما فيش حاجه بتضربه الا من على الاطراف طالما اللعيب بص طالما الباك رجع ايه بوشه بدايتها ايه الباك رجع بوشه على الجون تعرف انه الكره جون على طول اهي كويس شوف يا كابتن بادجي فين ادي بادجي كمل نص ملعبنا احنا بص يعني ده مش شغله لا لا مش شغل كمان نزل قبل نص الملعب بس هو طبعا لو طبعا لو بتلعب فرقه اقوى من الترسانه يعني صعبه هتبقى صعب ان هو اللي بيعمله ده يعني لكن هي طبعا هو خدمته لان هو تعب فيها طبعا وكمل فيها وعملها كويس صراحه بس عايز اقول يا كابتن برده ان النهارده يعني حسين الشحات من افضل اللعيبه النهارده في في في, في النادي الاهلي يعني من اللعيبه من اللعيبه يا كابتن اللي بتحب الكره تروح لها بيلعب السهل يعني اللعب السهل وبيلعب بيطلع الكره من رجله صح ايوه ما بيعكش كتير ما بيزودهاش يعني الكره دي لو واحد تاني ممكن يمشي بيها شويه لا مش عارف يرجع تاني مش عارف يبص اللي تحت فهو بيلعب السهل فدي ميزه من المميزات اللي عند حسين الشحات يعني ده مكسب برده النهارده طبعا لان هو بصراحه هو باصص خلي بالك يا هاني في الكره طبعا هو باصص قبل ما الكابتن يلعبها بالمنظر ده وبالقوه دي يعني هو عارف يا راحه فين طبعا هو حسين طبعا من اللعيبه المميزه واللعيبه اللي زيها زي السوليه اللي بتحب الكره تروح لها السوليه برده من اللعيبه اللي احنا افتقدناه النهارده طبعا في نص الملعب ولكن طبعا الراجل لازم يريح بعض اللاعبين لكن المباراه طبعا يعني كنا بنتمنى ان يبقى شكلنا احسن من كده ومش من حته يعني مش من الحته الفنيه لكن حته كمان المعنويه والحته النفسيه والحته البدنيه كمان والحته ان انت يعني كلنا مستنيين ان انت يعني خلاص كل مره بتقرب ومفيش يعني مفيش تطور في الاداء مفيش تطور في اي حاجه غير ان احنا كل ماتش بنيجي نفس الكلام نفس الشكل يعني حتى احنا كمان مش عايز اقول مش لاقيين حاجه نقولها لان مفيش حاجه جديده هي الحاجات السلبيات بتبقى هي ودي المشكله الكبيره في النادي الاهلي الفتره دي ان السلبيات هي الكور الثابته عندنا مش هنرجع نتكلم عليها يا كابتن هاني بس هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه الكابتن سامي ومصان من ملعب مباراه يلا من جديد بجدد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي ومصان كابتن سامي مبروك الفوز مبروك الصعود لدور الثمانية وتجنب مطبات ومفاجآت كأس مصر مبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي ومباراة انت عارف مباراة الكأس بتبقى صعبة صعوبتها طبعا انت بتلعب فرق تبقى مجهولة بالنسبة لك لكن مهم جدا انت الحمد لله كسبت وزي ما قلت عديت المرحلة يعني وان شاء الله ركز في الفترة اللي جاية وان شاء الله ربنا ان شاء الله يكتب الخير للفرقة ان شاء الله كابتن سامي مكاسب متعددة النهاردة أول مشاركة رسمية لمصطفى شوبير وأول مشاركة رسمية لمحمد شكري يعني بتضيف للفريق النادي الأهلي مجموعة من اللاعبين الناشئين النهاردة بتستغل الغيابات والإصابات الموجودة وبتديهم الفرصة وأنا عارف دورك ودور الكابتن سيد مع اللاعبين الناشئين بالتحديد في الفترة اللي فاتت مهم جدا بالنسبه لك دول ذخيره مهمه جدا لازم تستغلهم محتاجين الثقه محتاجين ان هم يلعبوا لعيبه ان شاء الله مبشره يقدروا يعملوا ان شاء الله اداء كويس في الفتره الجايه مع النادي محتاجينهم محتاجين لسه في كمان فخري بياخد برده على فترات عربي برده نفس القصه في شادي تحت ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله كان يكون برده في ليهم دور اكبر الفتره اللي جايه وان شاء الله يحققوا ان شاء الله المطلوب منهم ويبقوا ان شاء الله دعم كويس للنادي الاهلي ان شاء الله عايز اتكلم في نقطه مهمه كابتن سامي الدور اللي قمت بيه والكابتن سيد مع بعض الاقاويل اللي بتتردد رحيل او بقاء الاجهزه الفنيه لكن كان لكم دور مع اللاعبين وفصل تام وخبرات وشخصيه لعيبه النادي الاهلي هي دايما العنوان لهذا الامر طبيعي اي فرقه بتتاثر لما يكون خصوصا لما يكون في كلام كتير حوالين رحيل مدرب او استخدام مدرب تاني كابتن سيد اتكلم وكان له دور كبير في كده واحنا بنتكلم على اللعيبه ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي مهم جدا ان انت ما تاثرش
تدريب اي مدرب برحيل اي مدرب او استخدام اي مدرب، انت بتلعب عشان كيان كبير اسمه النادي الاهلي ومسؤوليه كبيره، مسؤوليه الجماهير ومسؤوليه اداره ومسؤوليه كبيره يعني لازم تكون قدها. اعتقد ان الحمد لله يعني كان في تاثير شويه بعض شويه منا، لكن اللي انت تعدي برضه ممكن لولا يعني كنت تقدر تستغل الفرص اللي جات لك ديت ويبقى في نتيجه كبيره، لكن في الاول والاخر انت مهم ان انت تعدي الدور يعني، وده الاهم بالنسبه لنا الحمد لله. كابتن سامي، الدفع بحمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، هل ممكن يكون واحد من الحلول اللي ممكن يلجا ليها النادي الاهلي في ظل غيابات اللي انت هتعاني منها قبل مواجهه الوداد، وهل ممكن نجرب اكتر من لاعب في هذا المركز؟ يمكن احنا قبل كده جربنا هاني وقبل كده فتحي، النهارده حمدي فتحي بيشتغل، المهم ان انت تشوف الحلول عشان تشوف الانسب عشان ما تتفاجئش خصوصا في الماتشات الكبيره اللي زي ديت ما حصلش فيه خلل. فاعتقد برضو زي ما انت قلت النهارده برضو شفنا فتحي في باك ليفت برضو حل من الحلول، قبل كده شفنا هاني في جناح اليمين برضو كان حل من الحلول، فاعتقد ان ديت برضو بتدي لك برضو اريحيه شويه عشان ما تتفاجئش في المباراه دي. لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا ما نلجاش للحلول ديت يعني، وان شاء الله نبقى بكامل فرقتنا ان شاء الله امام الوداد باذن الله. الواجهه القادمه امام واحد من ابناء النادي الاهلي واحد من المدربين الاكفاء الكابتن عماد النحاس اللي عامل موسم وسيزون كويس، استعدادكم للمباراه دي ازاي؟ مباراه مهمه بالنسبه لنا برضو، تجهيزها اكتر عشان بطوله افريقيا. زي ما انت قلت كابتن عماد عامل اداء كويس وعامل فرقه كويسه منظمه جدا من الفرق المميزه جدا في الدوري الممتاز، لكن ان شاء الله عندنا ان شاء الله احنا قدره ان احنا ان شاء الله نتعدى المباراه ديت والمباراه الجايه ونستعد كويس ان شاء الله لمباراه الوداد. شكرا يا كابتن سامي والتوفيق ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، واتكلم على اهميه اللقاء وفوز وتجنب مفاجات الكاس. هينضم لنا دلوقتي في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد مدير الكوره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحيات الكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. من اهم الامور النهارده ان انا بتجنب مفاجات الكاس، وده كانت نقطه مهمه، انتوا مش باصين للمكان اللي فيه نادي الترسانه وفي دوري الممتاز بيه، لا عندكم طموح ان احنا نكمل وناخد بطوله كاس مصر. الحمد لله. طبعا يمكن مباراه الكاس من المباريات اللي الواحد بيبقى بيستصعبها قوي، رغم ان ممكن يبقى المنافس طبعا مع احترامي وتاريخ ومكانه الترسانه طبعا، لكن نادي كبير ومن الانديه العظيمه في الكره المصريه، ومن الانديه اللي كمان خدت الدوري، الست انديه اللي خدت الدوري، فليها تاريخ كبير قوي. لكن مباراه الكاس بتبقى على مستوى العالم يعني، الدوافع بتبقى مختلفه شويه، الاهتمام بيبقى مختلف شويه، الاهداف بتبقى مختلفه من حيث الاجهزه الفنيه. الحمد لله عدينا المرحله وعدينا المباراه، يعني عندنا برضو مرحله جايه اللي هي الثلاث مباريات اللي جايين، مباراه المقاولين ثم انبي ثم بيراميدز، وتحضير لمباراه الوداد ان شاء الله. سيد، من النقاط المهمه النهارده والمكاسب النهارده ان انت بتدفع بمجموعه من الناشئين، مصطفى شوبير، محمد شكري النهارده في اول مشاركه رسميه، وبالتحديد محمد شكري كان لحضرتك بعض التعليمات ليه، وشايف انت بيبقى في ضغوط شويه على اللاعب الناشئ في اول مواجهه، خففت هذه الامر واتكلمت مع محمد شكري وشوبير؟ مش مساله ضغوط، هو وضع طبيعي، بيبقى احساس مختلف يعني ما بين الناشئين، يعني بيبقى عايز يعمل كل حاجه، بيبقى نازل يعمل كل حاجه، ما بتكلمش على شكري بس، على شوبير او فخري او عربي او كل الناس، بيبقى عايز يعمل كل حاجه، عايز احنا مقيمين كل اللعيبه وعارفين كويس مستوياتهم، فان شاء الله الرحمن يبقى لهم تواجد ان شاء الله باذن الله على حسب الرؤيه الفنيه يعني، ان شاء الله الرحمن يبقى لهم مستقبل كويس، كلهم شخصيات كويسه ويستاهلوا كل خير يعني. كابتن سيد، عايز اتكلم مع حضرتك بنقطه بالتحديد، واحنا طبعا بعد انتهاء بطوله الدوري والتتويج لسه عندنا مباراه، لكن الكابتن سيد بالظبط الموسم اللي فات كان الاهلي بعيد عن المنافسه، وكان كابتن سيد عنده يقين يقول لك لا الدوري لسه في الملعب، النهارده وانت على القمه من البدايه بتقول برده الدوري في الملعب، والدوري ما كانش هيتحسم الا مع فارق النقاط بيزيد عن المباراه المتبقيه، عندك يقين بتنقله للاعبين وبتنقله لجمهور النادي الاهلي؟ يعني زي ما قلت الاهتمام يكون مهم جدا في النقاط القوة اللي انت عايزها او نقاط القوة اللي عايز تستخدمها او الاهداف اللي انت عايز تحققها. حققنا بطولة الدوري، ده كان شيء كويس، لكن عندنا البطولة لجماهير النادي الاهلي وعشان النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي واللعيبة مستنيها، هي بطولة افريقيا ان شاء الله، نحضر لها كويس، ندخلها بمعنويات كويسة، ندخلها بتركيز على اعلى مستوى من دون اي تنشنة، واتمنى يا رب ان الاصابات ما تبقاش موجودة في الفترة اللي جاية، فان شاء الله الرحمن باذن الله التوفيق يكون حليفنا. عندنا اللقاء الاول هناك يوم 17 ثم لقاء العودة يوم 23 باذن الله، خلينا ننتظر، لكن عندنا شغل نعمله باذن الله ونحقق اللي احنا عايزينه ان شاء الله. كابتن سيد، الدفع بحمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، يعني في التفضيل عندك غيابات محمود متولي او رامي ربيعه ممكن ما يلحقش نسبه كبيره مباراه الوداد، اكيد ده واحد من الحلول اللي بتجربها في هذا المركز لتجنب حدوث اي امر خلال المباراه. طيب، يعني مع قرب المسافه وقرب الزمن ما بين مباراه الوداد والفتره اللي احنا فيها ديت، يعني انت عايز تبقى يعني ما يبقاش عندك اي خسائر ثانيه في اللعيبه يعني. لكن عندنا ثقه في المجموعه كلها، عندنا ثقه في اللعيبه كلها،
ان شاء الله الرحمن كل اللي هيبقى موجود وكل اللي هيبقى متواجد سواء كان في المباراه الاولى او مباراه العوده ان شاء الله الرحمن كله هيبقى على اعلى مستوى ان شاء الله الرحمن. المهم ان احنا نطلع ببطاقه التاهل للنهائي ان شاء الله الرحمن وباذن الله ناخد البطوله باذن الله. كابتن سيد، تجهيزات السفر لرحله الوداد الاولى والمباراه الاولى. يعني بدأنا كلمنا السفارة وسافرنا وتناقشت مع بعض الأمور. احنا مختارين الأوتيل بتاعنا الاتجاه ان احنا نشوف طائرة خاصة والملاعب هناك. يعني انا عارف طبعا يعني ان الملعب فيها المغرب فيها ملاعب كتير قوي، لكن احنا كمان عايزين يمكن في الفترة دي هيبقى في تواجد عدد كبير من الفرق سواء كان دوري الأبطال او الكونفدرالية، هيبقى موجود حرية كناكري، هيبقى موجود بيراميدز بجانب الأهلي والزمالك هناك، يعني بجانب طبعا أصحاب الأرض، يعني سواء كان نهضة بركان أو حسنة أغادير أو الوداد أو الرجاء. يعني خلينا نبقى دايما عايزين نبقى، يعني مش عايز أقول لوحدنا، لكن البرنامج بتاعنا نعمله احنا على ايدينا زي ما بيقولوا، يعني مش عايزين اي حاجه صغيره تفاجئنا، يعني سواء كان اقامه او ملاعب او ترتيبات. يعني شكرا كابتن سيد ان شاء الله وبالتوفيق، وباذن الله الموسم ده نفوز ببطوله افريقيا ان شاء الله الرحمن باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، ويتكلم على المباراه وتجنب مفاجات الكاس والصعود لدور الثمانيه، وايضا تكلم على استعدادات النادي الاهلي واخر استعداداته للسفر لملاقات الوداد في الدور نصف النهائي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح. كابتن سيد يمكن يتكلم كلام محترم جدا وكلام متزن جدا، هنعلق كلنا على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم بنعلق على كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ ولكن قلنا بعد الفاصل. كابتن شريف عبد المنعم، بص يا كابتن ايمن، احنا كلنا لعيبه كوره وفاهمين الوضع اللي احنا فيه دلوقتي كويس، والسيتويشن والموقف اللي اللعيبه فيه والاداره فيه وكل الدنيا والمجلس الاداره والجماهير بتبحث عن امثل شيء للنادي الاهلي دايما، لان هو البطل الحقيقي. 138 بطوله من احسن، يعني يعتبر ده المتوج الاول في العالم. فبتحسب بقى اسئله مننا واحنا عايزين الاداء وعايزين النتيجه زي ما عادل بيقول. كويس ان احنا خدنا 3 نقاط ومحافظين على شكلنا، مش عايزين توتر. مش ده كلام سيد عبد الحفيظ دلوقتي، ان الراجل بيحب يعني قاعد يلم في الحكايه، مش عايز يخش في تفرعات احنا المفروض فاهمينها. ان في حاله تغيير بتحصل في الشكل كويس، في حاله عدم فهم للعيبه حتى الموقف فيه ايه. انا النهارده بلعب ماتش مش عارف الخط بتاعي بره ده اللي بيقودني ده هشوفه بكره الصبح ولا مش هشوفه، انا تابع ليه ولا في حاله لخبطه بين اللاعب ونفسه. بس هو لاعبه نفسه، هو كابتن سيد في كلامه عايز يحسسك ان الامور مستقره، شغلته كده. ده مكان، ما انا قصدي دي حاجه كويسه، ده شغلته. أيوة كده، دي حاجه كويسه انه يوفر الراحه النفسيه. أيوة، لجميع الاطراف، لينا وللجماهير وللعيبه طبعا، ويلم كل ده طبعًا. which is very hard بقى، يعني صعب جدا. الترجمه يا كابتن عبد يعني ترجمه على طول. ده جوجوفيتش ده مش ده لا بس انا عايز ده جوجوفيتش ده يمكن كده بيتكلم عشان انت ترجمه فوريه على طول. انت من which is very hard، هو يعني يلا عشان انت لو جه مدرب وكان لنا حظ وانت اشتغلتوا مع بعض اتعلم حاجه تبقى عارف الفرنساوي خلاص مشي داخلين بقى على واحد انجليزي. لا لا يبقى ماشي. بس خلينا دلوقتي خلينا نتكلم على، لا بتكلم في النقطه دي مهمه جدا، حته الاستقرار. حته الاستقرار اللي بيوفرها المدير الفني مدير الكره دي حاجته وده شغله طبعا. وده طبيعه عملنا، احنا مقفولين دايما في النادي الاهلي، حتى ما لناش ان انا اتكلم صحيح. او اصرح انا كشريف عبد المنعم هنا صحيح. من القناه على شيء لم يصرح عنه مجلس اداره النادي الاهلي الاول، او يصرح به المسؤولين الاول. يعني كويس. انا احلل في الكوره صح، احلل بس انا شايف دلوقتي ان في عمليه مفكوكه. ما هو عايز يطمن الناس، هو غصب عنه لازم يعمل كده الراجل، والراجل لو بايده ينزل الملعب يكسر الدنيا، لو بايده يقول لفلان ده العب كده وما اعرفش. انما في مدير فني على جميع السلطات لحد دلوقتي هو المتصرف الاول والاخير، ما يبقاش ياخد معاه بقى ايه الشكل الاداري ولجنه الكوره ومش هياخدوه معاه وهو ماشي. مظبوط، لا ده كل واحد بيشتغل وكل واحد بيتمنى الشكل اللي احنا كلنا بنتمناه للنادي الاهلي. بس هو اتكلم برضو كابتن شريف في حته ان هو برضو زي ما قال الكابتن عادل ان احنا تجنبنا النهارده مفاجات الكاس.
دي اهم حاجه زي ما زي ما قال الكابتن عادل فعلا بالظبط. عشان كده انا ترجمت له بالانجلش وترجمت له بالعربي. لو انت كنت هايل ما شاء الله في الانجليزي ما يروحش مني يعني. خدت بالك؟ بسم الله ما شاء الله انتوا بتكتسبوا كل يوم حضره بجد في الاستوديو هنا تقدر تخشوا العالميه بهذا الشكل ده كمان. ده انت نشوفه كل يوم على فكره. على فكره انا عارفك انت لعبت جنبي. انا جاي من امريكا. وده جاي من امريكا. شوف انا جايب لك واحد من امريكا. بس يا كابتن ايمن كابتن عادل اتفضل. عايز اقول لك حاجه مهمه. انا ما خلصش بس دي واحده. اتفضل يا كابتن. انا عايز اديك حتتك انت. اتفضل يا كابتن. اتفضل. فلما بنبقى معانا مديرين فنيين قاعدين كويس واحد زي كابتن علاء واحد زي كابتن عادل كابتن هاني العجيزي طبعا ما شاء الله دلوقتي يعني عنده مشروعات كبيره جدا واكاديمي بدا لسه بدا في اول السلم في بدايه السلم تقريبا يعني لعيب كوره كويس يعني كويس في كل حاجه لعيب كوره نص نص هيبقى برضو لا عايز اقول لك حاجه كابتن كابتن جيب بعد اذنك كابتن احسن مدرب من العالم ما كانش لعيب لا في الحته دي بالذات هتقول مورينيو لا 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 لا, لا مش هقول لك كده خالص مش شرط انك تكون لعيب كوره كويس عشان تبقى مدير فني كويس لا لازم تتحط جميع المواقف الكويسه خلي بالك لا لازم تكون محطوط ممكن ما تكونش لعبت كوره نفسك تعمل كان انا داخل على البرت بريرا انا داخل على حتتك انت اتفضل يلا السعوديه ومصر صحيح وانك صحيح انت من حقك انك انت تكون في مكان افضل وجا. ان شاء الله انا نفسي اديلك وانت تديش حد فرصه اتفضل يا كابتن انا جاي لك انت بالذات اتفضل اتفضل طالما كده مش عندنا مديرين فنيين حاسين باللي انا قلته لك يا ايمن دلوقتي حاسين بالتوتر اللي جوه الفرقه اللاعب حتى قراره او الشخصيه اللي انت بتدور عليها او 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 او, أو حاسس بيها اللاعب نفسه كابتن شريف فبيتحسس اللاعب النهارده في كوره جايه لي بعمل الفينش وباخدها كده هفته مش حاسس ان في حاجه وقفالي بتقودني من على التاء اساسيه حاسس ان فيها هزه شويه ففي هزه الهزه دي بيتحملها كل حاجه سوري اتفضل الهزه دي متحملينها احنا ومتحملها الاداء ومتحملها كل حاجه اعتقد بكره ان شاء الله كل حاجه يبقى هترجع طب ضروري المدير الفني يبقى بره عشان تلعب سؤال بس معلش انا لسه هسال السؤال ده ضروري المدير الفني بواقف بره على الخط وضروري ان انا اجهزك ثانيه واحده عليها وضروري ان انا اجهزك ضروري ان انا اجهزك كويس للمباراه ماشي انا ما بتكلمش على تجهيز انا هجهزك وكل حاجه بس يوم المباراه المدير الفني معاقب عنده اي حاجه فمش موجود على الخط اللي هيمسك اللي هيمسك واللي موجود لازم يكون موصل للعيبه دي في نظام في شكل اللي احنا متعودين عليه لا يا كابتن هو دي من جوايا انا كلاعب انا مش محتاج حد يكلمني انا معاك ما هو ده اللي بقول لك في هزه في عدم توافق خد بالك بين الخط وبين الملعب من جوه تفهمني معلش انت دلوقتي لاعب كان في النادي الاهلي تمام لاعب في النادي بقيمه النادي الاهلي ولاعب مفروض ان انت يعني من احسن لعيبه في افريقيا انت لما بتنزل الملعب مفروض بتفصل بغض النظر عن مين بره في الم... في ال... وده ابسط شيء ابسط شيء في الاحترافيه كابتن كابتن ابسط شيء في الاحترافيه عايز اقول لك حاجه بمناسبه الكلمه او الجمله اللي انت قلتها دي احنا احيانا عادي وضع طبيعي جدا ان احنا ممكن نلعب ماتش وحش تمام عادي بتحصل ويكون عندنا بعديها على طول ماتش مهم كويس على طول بمجرد المباراه ما تخلص احنا بنفصل خلاص تمام بنبص على المباراه اللي جايه وبعدين احنا كلاعيبه لينا زي ما قال الكابتن علاء لينا شخصيتنا بقى اللي حاسب نفسنا وبالناس بالظبط ده اللي انا عايز حاسب نفسي انا عملت ايه النهارده لا وكل لعبه كابتن في النادي الاهلي قيمه كبيره وليه اسم كبير طبعًا. لازم يحافظ عليه طبعًا. يعني لما النهارده يعني انت نويت في الهاف تايم النهارده في الماتش في ناس كابتن ايمن انا لو ما بشجعش اهلي ولا بشجع ترسانه اقول للفريقين زي بعض ولا ده واخد دوري ولا ده نازل من الدرجه الثانيه كابتن هاني انا عايز اقول لك حاجه يمكن احنا احيانا برضه بننفعل مع احداث المباراه ولكن دي ممكن تحصل لكن دي ممكن تحصل ولكن زي ما قال الكابتن عادل ان في بعض الايجابيات صح في بعض الإيجابيات. ولكن احنا بنبص للي جاي ماذا بعد يعني اللي جاي هو المهم طبعا طبعا صح؟ طبعا انا استقرار بتكلم على كابتن شريف ان هو بيقول ان في يعني ممكن يبقى في حاجه كده بره بره في حاجه في الجهاز الفني او في حاجه ما احنا مش عايزين نتكلم النهارده بالذات احنا بنتكلم على حاله اللعيبه في الملعب انا بتكلم ان انا مفروض ان انا لاعب في النادي الاهلي وليا اسمي مفروض ان انا حتى لو بلعب فين هنزل في اي بطوله مش بقى كاس او اي حاجه ما دام حاجه بتخص النادي الاهلي هنزل بموت نفسي اقول لك على حاجه هاني انت ورجعتني الموضوع انا عملت حادثه علاء ورجع عايز العب برجع معاكم تاني في الفرقه فكان الكابتن جوهري بيعمل ايه ياخدنا مع كابتن ماهر الله يرحمه ونروح نلعب في كفر الشيخ اعتزال حد في المحافظه اروح انا ومحمد عامر ومش عارف مين ونجهز وناخد الماتش هناك خدت بالك بالجري والبتاع ليه لان في ريبورت هيتعمل عني هيروح للمدير الفني يقول له الراجل ده ينفع يكون ضمن المنظومه ولا محسوب على النادي اللي انت بتقوله ده مظبوط بس انا بكلمك اللاعب صاحب نفسه صاحب قرار نفسه صاحب مستقبل نفسه هرجع لك كابتن عادل بس هنروح الاول زميلنا الشيف شعبان
من ملعب المباراة، ومعاه الكابتن شاكر عبد الفتاح المدير الفني لنادي الترسانة. تحياتي ليك كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد انتهاء مباراه الاهلي والترسانه، فوز الاهلي على الشواكيش بهدفين مقابل هدف، مع المدير الفني للترسانه طبعا الاسم الكبير تاريخ كابتن شاكر عبد الفتاح، بقول لك اهلا بك كابتن شاكر وهارد لك. بس النهارده لو الترسانه بيلعب نفس ادائه في الدوري كان بشي يعني كان هينافس على، ده كان ممكن يبقى في الممتاز كمان بشي ينافس على الصعوبه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني بنحيي كابتن ايمن شوقي وبنقول له وحشنا كتير، وتحياتي لجميع الاخوه اللي موجودين في الاستوديو. وابدا كلامي من ما انتهيت عنه، ان لو فرقه الترسانه بتلعب بهذا الاداء دايما كان زماننا في وضع تاني، وده اللي انا قلته لهم بعد كده بعد المباراه، ان خلي بالكم انت اتحملت عبء كبير، وانا قلت لكم من البدايه ان مفيش حاجه اسمها في صغير وكبير في الكوره. تحترم الخصم اللي قدامك وتعرف عنه الكثير وتبتدي تلعب معاه بما يجب اللعب، مع التركيز مع احترام المنافس تقدر تلعب معاه وتبقى انت وهو متنافسين وعلى مستوى واحد في الملعب، والغلبة في الاخر بتبقى للفريق الموفق. طبعا يعني برضو مهما كان الكلام، لكن الست دقايق او العشر دقايق الاولانيين اللعيبة برضو نازلة بتلعب بطل افريقيا وبطل ابطال مصر، وللاسف الشديد كميه من الهجوم ما كانش ليها اي داعي الاسبوع اللي فات، ان بدل الناس ما تدعم اللاعبين من جماهير الترسانه للاسف الشديد، ومن ناس دخيله ومن ناس يعني مغرضه والكلام ده كله، يعني لدرجه ان الناس خافت انها تلعب الماتش. طبعا احنا مش ممكن نتخلى على ان احنا نلعب، برضو حرام ان انا العب بالناشئين كامله، دي اللي كانت ممكن تبقى مشكله، ان الناشئين كلهم غير مؤهلين حاليا لانه يلعب تيم كامل من الناشئين، وده يعني مش من قواعد كره القدم. فقلنا لهم طبعا يعني دلوقتي قدامكم فرصه للرد على كل المشككين فيكم، الكوره في ملعبكم، اللي يخاف ما يلعبش واللي يلعب ما يخافش. برضو طبعا يعني عشان تخرج الحتة الضغط النفسي ده والعبء والهجوم اللي الناس هجمتهم عليه وبقوا يشككوا فيهم، ده احنا ممكن نخرج مش عارف ب10 وب20 والكلام ده كله. يعني طبعا يعني الحمد لله انا يعني الكورة ليها اوجه كتير، وقلنا لا هنشتغل على اللعيبة، هنشتغل على الناحية النفسية، هنشتغل على فرقة النادي الاهلي، واللعيبة تبتدي تحفظ المربعات اللي بيشتغلوا فيها. والحمد لله بصرف النظر عن الست دقايق او العشر دقايق الاولين برضو فضلت الرهبة، فجت اخطاء والاخطاء تقريبا متشابهة ومتكررة. بعد كده يعني اما هديناهم من بره بقى وصلوا للثبات الانفعالي كويس، ولعبوا واللي لعب لعبة ولقى اللعبة كويسة، لعب لعبة وعملها صحيحة، خد الكرة وراح وقدر يعدي، فابتدى هنا ايه كناحية نفسية، الله ده انا فعلا اقدر. فكل انسان في الحياة بصفة عامة بيشتغل في حاجة اما يقول لنفسه ان انا اقدر، لان انا انسان وهو انسان، كل الاعضاء اللي هو مخلوق منها انا برضو عندي نفس الايه الاعضاء وعندي نفس العقلية وعندي نادي بتاعي وعندي تاريخ كبير بحمل العبء بتاعه. فدي كلها حملت اللعيبة المسؤولية، بس في نفس الوقت ادتهم الثقة واستمروا، بدليل ان احنا يعني عملنا هجمات منظمة، ضع هدفين على الاقل، وخاصة في الشوط الاول. الشوط الثاني في اكتر من كرة لعبت، بس برضو كان في قصور من البعض نتيجة الجهد، لان برضو كان كريسبو بقاله فترة كان مصاب ولسه راجع الماتش اللي فات، لعب 10 دقايق والنهارده بيلعب الماتش كامل، عشان كده برضه خرجته لما ابتدى استنفذ ايه كل الجهد بتاعه. لكن على العموم انا بشكر اللعيبه على ادائهم على روحهم على ثباتهم الانفعالي، وبنقدم التهاني طبعا للنادي الاهلي وده مش جديد عليه على وصوله لدور الثمانيه، وبنتمنى له توفيق في البطوله الافريقيه ان شاء الله هو ونادي الزمالك. ينفع حضرتك قلت تاريخ، ينفع التاريخ يهبط درجه ثالثه؟ لا طبعا التاريخ لازم الناس تحافظ على التاريخ. الترسانة مؤسسة من مؤسسات البلد الرياضية، الضلع الثالث مع احترام الكل الأندية دلوقتي. كون الترسانة مرت بظروف للأسف الشديد اللي احنا فيه دوت من أخطاء متراكمة من أكتر من 10 سنين و12 سنة. المجالس اللي كانت موجودة ما فكرتش، بقت كل اللي تعمله إيه؟ يا يشيلوا المدرب، غيروا اللعيبة،
طب انتوا درستوا ايه الاسباب وتشتغلوا على تغيير الاسباب ديت؟ للاسف ده ما حصلش. النوادي باتفاق مع الحاج طارق من بدايه ما تمت اجتماعات في اتحاد الكوره وخرجت المعلومه من هناك ان مفيش هبوط والكلام ده كله. طبعا يعني ابتدينا نشتغل على دي بدليل ان احنا في لعيبه مشيت عشان تدي فرصه للناشئين ندخلهم، لان انت معاك 27 لعيب هتدخل ناشئين ازاي؟ مفيش هينفع. فطبعا يعني حصل كتير ان كانت مواسم استثنائيه. موسم 2011 هبط الاتحاد والمقاولين العرب وسموحه، هبطوا رسمي وكانت المسابقه خلصت واتحاد الكوره طلع قرار قال لك ده كان موسم استثنائي وكانت الدنيا هيصه والدنيا زيطه والكلام ده كله. لا، ده الموسم ده اشد، ده حصل انقطاع وفصله في المسابقه. ده مش استكمال، ده انا كاني بلعب دوري من 5 ماتشات. انا النهارده بلعب النادي الاهلي، هو جاهز طبيعي لانه لعب 10 ماتشات قبل مني او 12 ماتش غير المباريات الوديه. انا لعبت ماتشين رسمي ولسه بادئين في اواخر 7، يعني الفتره مش كافيه بالكامل. فطبعا لازم الناس تبص للترسانة وللأولمبي وللمحلة والبلدية المحلة وللمنصورة، الأندية اللي طول عمرها مصدر فني للمنتخبات وللمشاركة في جميع المسابقات. شكرا يا أستاذ شريف، ألف شكر. شكرا يا كابتن. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع المدير الفني طبعا الكبير والقدير الكابتن شاكر عبد الفتاح، يمكن المدربين الكبار الترسانويه. مليون مبروك كابتن ايمن، فوز النادي الاهلي اليوم على شواكيش مصر بهدفين مقابل هدف وتاهل الاهلي الى دور الثمانيه. اعود اليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا لزميلنا العزيز شريف شعبان. هنتكلم على الكلام اللي قاله الكابتن شاكر عبد الفتاح ولكن بعد الفاصل. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكنا شفنا الكابتن شاكر عبد الفتاح وكان منفعل جدا الكابتن شاكر طبعا، وقال على ان نادي الترسانه لو كان بيلعب بالاسلوب دوت او بالطريقه ديت من بدايه الدوري يمكن ما كانش الحال وصل بيه لانه يبقى في المركز اللي قبل الاخير. طبعا هنعلق على الكلام دوت وهنعلق برضو على الكلام اللي قاله في الاخر، وهو عنده اعتراض او عنده تحفظ على حته ان انت ترجعني بعد موضوع الكورونا وتلعبني مباريات متتاليه وبعدين مطالب ان انا بلعب كاني بلعب دوري جديد من البدايه، وفي كمان هبوط بالنسبه لي او في يعني هنزل لدرجه الادنى. فهو كان عنده اعتراض برضو على الحته دي، هنتكلم برضو فيها معانا كابتن علاء مهيوب طبعا لان هو المختص النهارده بنادي الترسانة. نرجع بقى للكابتن ابن الترسانة. نرجع كابتن عادل، عندك تعليق على كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ سيد، احنا يمكن الكابتن شريف برضو نوه للامر ده واتكلم على انت دلوقتي ايه اللي انت بتفكر فيه وانت رايح تلعب قبل نهائي افريقيا. كويس. رايح تلعب بطوله قاريه متأمل ان انت تلعب فيها، ولا ماديا كويسه جدا، هتروح تلعب كاس العالم للانديه، هتنقلك نقله ثانيه تصنيفك كنادي اعلى، بقالك في البطوله الثالثه كويس، انت محتاج انك تاخد البطوله، فكل اهدافك اللي انت بتشتغلها انك انت تكسب. خلينا واحده واحده الاول. اللي جاي ماتش الوداد، خلينا نتكلم. لا، افرض لو انت لا قدر الله في مباراه حصل موقف، هتيجي تشتغل نفسي في ايه؟ انت عندك اعداد نفسي المفترض للمباراه كويس، فانت لما بتعمل اعداد نفسي للمباراه وانت كسبان وواصل للدور الثمانيه، غير انك بتعمل اعداد نفسي وانت اتعثرت من فرقه بتلعب درجه ثانيه. مظبوط. مش وارد مع النادي الاهلي، ولكن دي كره القدم تحصل، ممكن تحصل وحصلت معانا. مظبوط. وخرجنا قبل كده. مظبوط مظبوط. ومن فرق اقل من الترسانه، وفرق عالميه كمان بره طلعت من فرق درجه ثانيه. ريال مدريد ما خسر بطولات كتير قوي، وبرشلونه صحيح. فالكابتن سيد اتكلم على ايه؟ الكابتن سيد دائما، الكابتن شريف قال كلمه حلوه عجبتني، قال ان انا طول الوقت هو عاوز يلم الدنيا وعاوز يلم الشكل، ودي وظيفته يعني. مظبوط. المهم بقى انك انت حتى فنيات جوه الملعب النهارده من وجهه نظري انا كسبان كتير قوي. احيانا يا كابتن، مثلا الكوره الثابته اللي انت بتتكلم عليها، احيانا الخطا بيبقى مكسب ليك. طب لحظه، بمناسبه الكوره الثابته، انا كنت طالب كوره في الدقيقه
13 كورنر تقريبا علينا. تمام. هل موجود دلوقتي؟ طيب معانا اهي. ادي الكور. ماشي. بص الكورنر. اولا ما فيش انت ما لعبتش. نرجعها تاني. نرجعها تاني. ماشي. نبص الاول لحظه واحده. اقف هنا. اقف هنا. نبص على تمركز لعيبه النادي الاهلي كده دلوقتي. وبص على الزياده العدديه للعيبه النادي الاهلي جوه 18 وعدد لعيبه نادي ترسانه جوه 18. بص احنا كام لعيب؟ مصطفى شوبير طبعا 2 3 4 5 6 7 8 9 لعيبه على 3 على 3 لعيبه في النادي. خلي بالك الكور دي مميز بيها جدا فرقه الوداد. تمام. ماشي ماشي الكور. اقف هنا يانج ده. ها شوف التمركز. الراجل لعب الكوره. ماشي. الراجل بتاع ترسانه سبق ولعب الكوره. طب بص يا كابتن. ماشي. هنا اتفضل. المفترض احنا كنادي اهلي بنلعب على ايه؟ على المان ولا على المنطقه؟ مان. ولا بتعمل المزج ما بين الاثنين؟ خلي بالك كويس. لما بيبقى عددك قليل كويس. عدد المهاجمين اللي عليك قليل انت 9 لعيبه بتعمل الاثنين، بتعمل المنطقه بتاعتك. ماشي. وبتعمل المان تو مان. ماشي. اوكي. ماشي. اما لو العدد متساوي شويه لا، انت نرجع تاني. نرجع تاني معلش. نرجع يعني تاني. انا يعني بص يا كابتن عادل. ماشي انت بتتكلم على حاجه بس انا عايز اقول حاجه دلوقتي. انا بتكلم على تمركز لعيبه النادي الاهلي دلوقتي في منطقه ال 18. ده اللي انا قلته لك يا كابتن. انا بقول لك اي ده سيستم الكور الثابته كويس. في الكور الثابته في فرقه بتشتغلها منطقه كويس. وفي فرقه بتشتغلها مان تو مان وفي مزج ما بين الاثنين. ماشي يا كابتن. اعمل منطقه لما العدد يقل. لما العدد بيقل أيوة. للمهاجمين أيوة. انت بتشتغل الاثنين كويس. لما العدد بيزيد بتاع المهاجمين انت بتشتغل حاجه واحده بالاطوال كويس. يعني بص يا كابتن انت هنا مثلا مين اللي ماسك العرضه القريبه؟ اللي ماسك العرضه القريبه واقف وحيد. اللي جوه الجون ده واحد. اثنين مين اللي واخد الست يارده؟ اللي واخد الست يارده غلط. صح. وقفته غلط طبعا. انت دي واحد. اثنين الاثنين اللي واقفين وراه مش ماسكين. المفترض واحد قدامه واحد وراه. ده الكره الكره عاديه قدامه. ما هو ده ما هو ده اصلا بره. ما هو ده اللي يعني ده واقف غلط اصلا. ده قفشه ده ولا مين؟ طب بص يا كابتن سيبك من كل ده. ماشي. المشكله عارف في مين كمان؟ آه. في الاثنين اللي بره بتوع الترسانه اللي على ال 18 مفيش ريمارك. واللي على الورد افرض الكره الثانيه اتردت هتتشاط. افرض دي اتردت جت للاولاني على على وهي كده صح. ده هي انا لما تتلعب لي كده وانا جاي من ورا وانا مش شايف اللي ورا كمان. انا كمدافع النادي الاهلي مش شايف اللي جاي من ورا. وان تاتش جو. يبقى انت يا كابتن حاجه من يعني الكوره دي عادي ولا فيها مان ولا فيها منطقه ولا فيها مان ولا فيها منطقه ما تنفذوش اي حاجه. لا لا اصل خلي بالك يا كابتن عادل انا بتكلم ليه؟ ما فيهاش روح. انت بتقول انك شفت الوداد كويس. اما هي وحافظ الوداد كويس. دي كورهم. دي كورهم. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه. عندهم كمان ميزه تاني الوداد. سيبك من انه كمان بيلعب الكور ديت للبعيده وبعدين تترد تاني وتترد. لا عنده حاجه دلوقتي السرعه بتاعت العرض القريبه. فانت لازم لما تيجي شغال لما انت تيجي شغال على فرقه الوداد لازم تعرف حاجه مهمه قوي. ويعني دي بص الوداد عندهم خمس اطوال بيطلعوا من اللي ورا ونص الملعب. الخمس اطوال دول ما هعمل معاهم ايه؟ كويس. الحاجه التانيه المهمه انا لو عندي اطوال قليله انا بعمل حاجه تانية. انا بودي اثنين او ثلاثه وكورنر اللي عليك أي. وعملها مانويل جوزيه. واحيانا انا من المدربين اللي بعملها دايما أي. عارف لما تودي ثلاثه يا كابتن قدام ايه اللي بيحصل؟ المدرب اللي قدامك بيوقف لك اربعه. لازم يوقف لك اربعه. لما يوقف لك اربعه ايه اللي بيحصل؟ أي. انت بتبقى 8 على 4. لو حسبتها هتلاقي اللي بيرفع ادي خامس. اللي بيقف على على ال 18 ادي السادس. اربعه جوه الملعب وانت عندك سبعه والحارس الثامن يبقى كل اثنين ليهم واحد. المفترض كويس. انا عايز اسال سؤال كده. انا عايز استظرف هنا هنا ممكن نرجع تاني بعد اذنك. نرجع تاني نرجع تاني. هل الراجل اللي عند القايم اللي جنب مصطفى شوبير هل ليه لازمه؟ هو بص يا كابتن هو المفترض في الوقت الحالي ما بيقفش على القريبه. انت عارف كده ده بيقف على البعيده واحيانا لا لا وكتير. ما هي يا كابتن انت كره القدم اللي انا كنت بتكلم عليه دلوقتي بقت احتياج وشوف وفيديو. ما بقاش تدريب. كويس. انت التدريب عشان الزمن الفتره الزمنيه ما بين المباريات قليله جدا في العالم كويس. كله فبيبقى فيديو بس. انت تقدر تغير طريقه لعبك وطريقه حتى الكور الثابته بتاعتك. ماشي يعني انا هقول لك
يعني مثلا تشيلسي يا كابتن ايمن. أيوة. تشيلسي من 10 سنين. أيوة. هو اللي دخل في العالم كله حته الاطوال المتدرجه بدرجبه في الوقفه الدفاعيه بتاعه، انك انت ما بتمسكش مان تو مان، ولكن الكره لما بتعدي على مترين و55 سنتي او 60 سنتي هتطلع بره. ده اللي عملها تشيلسي، اللي عملها مورينيو في البدايه، واللي كان مورينيو اللي كان بيلعب صامويل ايتو في فاينل اوروبا. أي. كان لعبه باك ليفت ساعتها. ماشي. لعبه بص ماشي. من بدايه لعبه باك ليفت. فكره القدم بتغير. انت هنا لما تيجي كويس. تلعب الوداد كويس. لو وقفت الوقفه الغلط دي هتعاقب بسرعه. ايوه بس انا عايز اجيب بقى التمركز الصحيح المفروض يبقى. لا بس انا عايز اقول على حاجه، الراجل اللي واقف عند العرض الاولاني ده واقف صح. طيب ماشي. من عند الكورنر ده لو لفت يا كابتن، لو لفت على الجول الراجل ده اول واحد يقابلها. ما في 6 يارد يا كابتن. لا يا كابتن، ما انت عندك واحد 6 يارد. لا في 6 يارد. ما في 6 يارد في اي حد، لاي حد زي ما انت المسافه اي حد بيجي يقطع او اي حاجه لازم يبقى في ريمارك. هم واقفين عشوائي دلوقتي كابتن. هي كوره واقفين بدون روح يا كابتن. لا لحظه، هي كوره. مش هي كوره. خلي بالك يا كابتن. بقول لك ايه الراجل اللي واقف عند العارضه الاولانيه دي يا كابتن عادل واقف صح. ده مش كورنر بيتلعب من الناحيه دي الا ما لازم يكون الراجل ده قافل الزاويه دي. اوكي صح، انت ده وجهه نظرك، لكن هي مش وجهه نظري. لا هي مدارس. لا دلوقتي انا عاوز اقول لك ايه. لا مدارس ايه هي مدارس. انت بتطلع واحد 6 يارده هنا يا كابتن. مدارس اللي بيقف في 6 يارده. بص انت دلوقتي لما بتقف في 6 يارده هنا تمام. انا لو عملتها على طول شوتنج في الجول، اول واحد ده بيقابل الجول مش بيقابل. انت عايز مصطفى شوبير. انا هو اللي قابل في الزاويه دي اول واحد مصطفى. لا مصطفى السرعه بتاعته 6 يارد. لا بس خلي بالك الكابتن يارد على العارضه البعيده. لا مصطفى مالك احنا قلنا لك مصطفى عينه على العاليه وعينه على كل حاجه، انما مش هيمسك العارضه كمان. التمركز هنا التمركز شايفه ماشي. ده ما ينفعش مصطفى يمسك الحته دي كلها لوحده يا كابتن. مش بنقول على كده، احنا بنتكلم على التمركز اللي غلط في الغلط الكبير في الوقفه دي اللي على الست يارده. بص الاثنين اللي واقفين في الست يارده ده اسمه اتكال. واقفين ده بيتكلوا على بعض يعني. الوقفه يا كابتن. الوقفه عادل. هي الغلط. ماشي مش كلام صح على فكره الاثنين، بس من اول نظره كده الناس اللي موجوده في الطنجه كلها واقفه بلا تركيز خالص. هي زحمه على الفاضي عادل صح. بس كل واحد مهامه ايه مش متحدده. يعني انت كلامك صح وكلام شريف صح، لكن زحمه وعدد كتير. عارف يا عادل لو هما بصوا بعضهم كده ايه العدد الكتير ده؟ صح. ده احنا كتير قوي على ثلاث مهاجمين. وخد بالك كمان يا عادل اللي انت بتقول عليه اللي هو ورا خالص ده، كمان الكره دي لو عدت راحت لاخر واحد مع الترسانه مش مراقب خالص. طب انا عايز اسال سؤال يا كابتن. هسالك انت سؤال. قول. دلوقتي هو انا كمدير فني قلت للعيبه لما تيجي كره ثابته ده هينزل كذا وده هيعمل كذا. طيب انا كلاعب في الملعب، لقيت ان مثلا نادي ترسانه عنده ثلاث لعيبه هم اللي دخلوا جوه ال 18، هل انا محتاج الثمانيه او التسعه دول جوه ال 18؟ لا. طيب انا كلاعب في الملعب لازم اخد امر من المدير الفني ان انا اطلع بره ال 18 عشان هم عددهم قليل وانت كده هتعمل زياده عدديه. لا بس واضح ولا انا كلاعب في الملعب اقدر اتصرف؟ لو انا في العيب بس واضح ايمن ان هو المدير الفني قال لهم في الكور الثابته كله يرجع ورا، ممكن ما عدا لعيب واحد بس هو كم مهاجم بقى الناحيه الثانيه دي ثلاثه. ده تفكير بقى ده تفكير ملعب. الناس بتبص في الملعب، انما المنظر اللي بيتكلم عليه عادل وكابتن شريف ده تسع لعيبه مش مركزين، مش شايفين ايه اللي بيحصل خالص في الملعب. الكره دي لو الراجل اللي جاي من ورا لمسها جول. يعني تخيل ثلاث لعيبه في الترسانه وواحد بيرفع الكره جاب فيه الجول، وانت تسع لعيبه في ال 18 ومعاك مصطفى كمان شوبير. فهي يا ايمن دي واقفه ناس مش مركزه ومش متقلقه حاجه خالص. يعني المناقشه بين عادل وكابتن شريف على مين في القريبه ومين في البعيده دي مدارس وكل واحد بيحددها. عادل بيتكلم صح وكابتن شريف بيتكلم صح. في اتنين لكن على كمان بيلعبوا بواحد على العارضه البعيده وواحد على العارضه قريبه. واحد على العارضه قريبه يعني في كده، لكن هي كلها مدارس. وفي ما بيلعبوش خالص وفي ناس بيسيب الجول خالص ياخد السكس يارد كله عادي. انا معاك. لكن هي النقطه في ايه ايمن؟ انت اتقال لك ايه في المحاضره المدير الفني بتاعك وانت بتنفذ ايه؟ وانت واقف سرحان ولا واقف ايه؟ يعني الشكل ده انا عمري ما شفت لعيبه النادي الاهلي بالزحمه دي. ما فيش التركيز ده خالص. مزبوط. يعني احنا كنا دايما بننتقد اللعيبه الثانيه اللي هي زحمه بس ما فيش حد ماسك حد. يعني الموقف اللي بيتكلم فيه عادل زحمه صح. يعني عادل بيقول لك يا منطقه يا مان الكوره دي ولا انت ماسك مان ولا انت واقف منطقه. زي ما انت بتقول هو يمكن الكابتن عادل قال هو متابع الوداد وكلنا شفنا الوداد الماتشين ثلاثه الاخرانيين. هم عندهم حاجتين بيعملوها في الكور الثابته وكره الكورنر بالذات. بيعملها اما على العارضه الاولانيه حد يلمس وحد او يحطها كمان مره واحده او يلمسها.
ويعملها ساعات على العارضه البعيده وواحد يردها. فهي الحاجات دي بيكسبوا فيها مباراه، والحاجات دي تكسبك بطوله يا تخسرك بطوله. صح. بص يا كابتن ايمن، احنا اتكلمنا قبل كده في ايه، ان في مشكله في النادي الاهلي كبيره جدا، وهي ما فيش ليدر في الملعب. دي مشكله كبيره، انا شايف ان هي مشكله كبيره جدا في الحاجات، في السواد، في الثوابت بالذات. الثوابت دي لازم يبقى في واحد يتكلم مع اللعيبه باستمرار، يمسك ده ويمسك ده ويمسك ده، وواحد لازم يبقى ليه شخصيه قويه في الملعب. دي مش موجوده في النادي الاهلي، دي مشكله كبيره جدا، دي مش موجوده في النادي الاهلي، ودي يعني دي هتعمل مشاكل كبيره الفتره اللي جايه، وبالذات في ماتش الوداد، لان اللعيبه حتى ما فيش حد بيتكلم يا كابتن مع التاني. ما تطلبش من مصطفى انه يتكلم. ولا من المدرب يا كابتن، ولا من المدرب. ممكن لو الشناوي هاني يتكلم، لكن ما تطلبش من مصطفى ان يبدا النهارده يتكلم. بقول لك ايه، انا بمناسبه الكلمه بتاعت الكابتن علاء مهيب النهارده، مصطفى فيه كوره في الدقيقه 71 او 78 مسك الكوره، طلع مسك الكوره كويس قوي حلو، وبعدين هو عايز يبدا هجمه مش لاقي حد كويس، قام كله مديله ظهر، اقرب واحد حتى كان مين، ديانج، بص له، وبعدين لما لقى مصطفى شوبير عايز يلعب الكوره لحد، راح جاي مديله ظهر ومشي. ومصطفى ما لقاش، اهي اهي أيوة نبص. بقى ادي الكوره مع مصطفى شوبير، ماشي، بص بص له، هات لي بقى تقدر توسع الكادر شويه، ماشي اهو، ماشي كمل كمل كمل، بس التكوف هاي الكره دي. خلينا في خلينا، هو طبعا خدها كويس قوي، مميز فيها مصطفى ما شاء الله عالي حلو. بعد كده بقى هو عايز يبدا اللعب من تحت كويس، قاعد يقول اعمل ايه، هو قال اعمل ايه يعني اهو، بص لا لا مش في، هو بيقول لك اعمل ايه، لا هو كان بيتكلم في دي بيتكلم، وراح بص بص بقى الكره معاه، ديانج اداله ظهره وهو عايز يبدا من تحت. هو بدا ماشي، ما بدا بعد ايه، ما ده الكلام اللي انا قلته. اعمل ايه ايمن، في فجوه بين الخط وفي فجوه جوه الملعب طبعا، واللعيبه مع نفسها كمان. طيب ومفيش حد، خدت بالك هنا انا ابدا بسرعه، بيحصل لازم ابدا بسرعه، انت عشان تحصد الاداء اللي انت بتتكلم عليه، الروح غير موجوده النهارده كمان. للتحركات اللي انت طالبها او للشكل اللي احنا يعني متعودين فيه على النادي الاهلي. كابتن ده شغل تدريب. انت طبعا انت لو اتمرنت عليه طبعا، وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. انا اسلوبك يا عادل، اسلوب. خلي بالك يعني، انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل، انت يمكن كنت مدير فني لسموحه بعض الوقت. سموحه بيعتمد بنسبه كبيره جدا على الكور دي في الهجمات المرتده. عن طريق هاني سليمان. دلوقتي هاني بياخد الكوره ويلعبها مره واحده تلاقيها وصلت، عملها قبل كده ايه وصلاح لا يعني، فهو انا كحارس مرمى طوله بالظبط في ابطال اوروبا مع أليسون لما عملها له، راح له حتى طلع له، حتى طلع له بعديها مع بالظبط، راح له مانشستر سيتي. كان في حلو الكلام ده كله، مانشستر يونايتد هو متابع كويس. حلو الكلام ده، وطبعا هايل ده بيجي من فراغ كده. لا طبعا، تمرين لا لا لا، ده اسلوب لا وطريقه وتدريب، وعندك واحد سريع. ما هو يعني طبعا طبعا سموحه زي ما كان عادي بيتكلم، ما يقدرش يعمله، ما عندوش واحد سريع، لكن هو ده اسلوب لعب. انا عندي واحد سريع اقدر العب له الكره دي. واتفضل. لا لا كمل، بس هكمل لك بعد ما انت تخلص. لا كمل ولا ابدا. لا والله تكمل. عنده كمان خدت بالك الامكانيات انه يعمل كده، وعنده الروح بالظبط، وان هو عايز يروح يجيب جول. ايوه انا كواحد عايز ابتدي هجمه، عايز اعمل فاست بريك، جاي اشتغل شغلتي اللي هو انا هعمل ايه؟ جاي العب. ايوه واحنا هنعمل كيمياء. ده انا راجل بلعب كوره، يا اما بقف جول خطيره اجيبها وانبسط ومزج نفسي والدنيا تسقف لي وابقى فيمس وستار، والتاني الباك ليفت ده ان هو بيبقى احسن باك ليفت عندي في النادي الاهلي، ولو ما راحش من النادي الاهلي اللي هتلاقيه احترف بره، يا هتلاقيه دخل في احسن انديه وخد احسن فلوس واحسن حاجه ومستقبل كبير. القصه دي كلها بتدور حوالين ايه، واللي مضايقنا احنا انها لعبه، لعبه كره القدم اللي الناس كلها بقت معشوقه في العالم كله. اللي الفيفا عملت ايه؟ خلتها كل يوم، ما دخلتش من فرنسا هتطلع على انجلترا، هتطلع على مصر، هتطلع مش عارف فين، تطلع على افريقيا، على ده. ان اللعيبه مش موجوده خالص بالفكر ده النهارده في الملعب. فما تتأملش انك انت تدور على انك انت تدور على بص يا كابتن الحاجات البسيطه اللي هي موجوده جوه اللعيب الجيد، خصوصا في نادي كبير. ماشي بص يا كابتن، كابتن شريف، انت اتكلمت على نقطه مهمه، حته ان انت بتلعب كوره وفي انت جاي بتفرض اسلوبك، بتفرض شخصيتك بالارقام. خلي بالك النهارده بالارقام، انت المميز المفروض بالارقام قبل الماتش واثناء الماتش. لا يعني احنا لو خدنا الارقام الاحصائيات بتاعت الماتش هتلاقي حاجات غريبه جدا. بص طبعا النادي الاهلي كسب 2-1، نسبه الاستحواذ 66% للنادي الاهلي، 34% للنادي الترسانه. طيب
التصويبات على المرمى النادي الاهلي شاط 19 كوره منهم 8 على المرمى. نادي الترسانه شاط 9 كور منهم 2 بس على المرمى. ماشي؟ الحاجه بقى اللي انا مش بنتكلم فيها بقى، يعني هنتكلم فيها بس بعد ما اوريكم اماكن التسديدات منين. يا ريت لو معانا اماكن التسديدات نبص عليها. ماشي. نشوف بقى 19 تسديده اماكنهم منين. اهي. ادي الاماكن بتاعت ال 19 تسديده. ماشي؟ بص. منهم تقريبا 15 تسديده من جوه ال 18. واحده على حدود ال 18 وثلاثه بره. وثلاثه من بعيد شويه من يعني انت بتتكلم على ادي 18 تسديده منها 25 يارده 30 يارده. مروان محسن صاحب واحده جت في العرض اول. ماشي؟ العدد ده ومنهم انت بتتكلم على 13 كره تقريبا جوه ال 18 ولا واحده جوه. ما جبتش منهم غير كورتين. ايوه. يعني انت الفينشنج بتاعك مش جاي. هو عدد كويس. الهجمات كلها اللي حصلت دي ولا دي التصويبات؟ دي التسديدات اللي على المرمى. الفينش اللي على المرمى كله. جه منها اثنين بس. الفينش. بص دول الثمانيه اللي جم المرمى. اللي هم جم بين الثلاث خشبات. الثلاث خشبات. دول. الباقي بره. بص واحد اثنين ثلاث اربعه خمسه سته. سبعة والتانية اللي هي بره 18 8. انا عاوز بس اقول كلمتين بساط قوي. قول. هو انت دلوقتي النهارده ممكن يكون ادائك بالنسبه لك كنادي اهلي ممكن ما يكونش جيد. طب حلو. ايوه. في اوقات من السنه واوقات في الدوريات وفي الكؤوس وفي الحاله النفسيه بتاعتك انك بتخرج بسلام مهم وده انا مصمم عليه. لا لا استنى عايز اقول لك حاجه. انا مصمم على دي. التسديد ده حاجه ايجابيه وحاجه كويسه. لا بس انا بتكلم على النتيجه بتاعت التسديد. يا كابتن النتيجه بتاعت التسديدات انت بتتكلم في وقت من الاوقات في لعيبه انت مثلا كل النهارده اجاي يجيب لك جونين. كويس. حلو. دي حاجه ايجابيه. حاجه ايجابيه. طبعا. طبعا. النهارده مثلا مروان حاول وشاط كره في العارضه واشتغل كويس. برضو فيها حاجه ايجابيه. صح. المهم في الاخر العدد اللي جالك انت ضيعت ممكن 6-7 اهداف 8 اهداف. أي. ممكن تكون وصلت للجون 8 مرات. مظبوط مظبوط. وده بيحصل كل ماتش. وبيحصل كل ماتش. لا وفي ماتشات بيحصل اكتر كتير. طبعا. وبتجيب طبعا. اكتر واحيانا ما بتجيبش. مظبوط. فاللي انا عايز اتكلم عليه ايه انك انت كونك بتعدي انت معدي اليوم كويس. ماشي. انت شغال بالحته اللي هي بتاعه اللعيبه اللي انت بتجهز فيهم بعض اللاعبين اللي انت بتجهز فيهم اللي انت متخيل في الوقت الوداد هيبقوا موجودين. فانا سعيد ببعضهم شويه. الحاجه الثانيه اللي سعيد بيها وجهه النظر الطويله المدى اللي هو لا قدر الله يحصل حاجه لحراسة المرمى يبقى عندك حارس لعب مباراه. ماشي. او يلعب مباراتين وعندك ثلاث مباريات تانيين. صحيح. فانت بتعتبر الاعداد بتاعك بيطلع تصاعدي. انت اعدادك لسه عندك 3 4 يعني كام يوم احنا داخلين في 16 يوم. احنا بنتكلم على 3 4 مباريات تقريبا. يعني 3 مباريات. لا وداخل 16 يوم انت. ماشي. هتلعب 3 مباريات. انت لا قدر الله في الثلاث مباريات لو حد اتعور مش هيلحق. ما يلحقش طبعا. ولو حتى لحق ما يكونش عنده اعداد كويس فني غير السفر وغير السفر وغير الحاجات دي كلها. فانت اقرب ناس متواجدين يعني الكلام اللي قاله سيد عجبني جدا. طبعا. انه واقعي جدا. ان سيد بيقف جنب الفرقه وبيتكلم في الحدود المعقوله في الوقت الحالي ومش عاوز يوضح. أي. الكلام ده. أي. كله مع تعديه اليوم النهارده ففي مكسب كبير. مكسب كبير. هنعرف المكسب الكبير انت احنا لما يخلص يوم السبت هتعرف. أوه. يوم الاحد هتعرف. أي. هتعرف انك انت وصلت. وعندك بدايه هتشتغل ازاي على مباراة الوداد بغض النظر عن اي سيناريو. انت مباراة الوداد مباراة لعيبة. انت فاينل وقبل قبل قبل نهائي ونهائي. في مدرب ممكن يحط استراتيجية ممكن وممكن 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 ولكن هدفك انت كلاعب تقدر تلعب وتقدر تكسب. انت عندك الوداد مش فرقة عظيمة قوي. لا لا لا. مش فرقة من الفرق العظيمة. الوقت بس فرقة يعني تحترم. لا فرقة كبيرة. طبعا. المفروض بس طبعا. عاوز اقول لك حاجة يعني عندهم من اجمد اللعيبة اللي هو الكعبي
وراح الصين وبتيال الاعاره خلصت بتاعته للفرقه الصينيه. لكن سيبك من الامر ده كله، انت النادي الاهلي برضو طبعا. انت خلي بالك زي ما بتلعب في افريقيا وبتلعب في مصر، يعني الترسانه بيلعب مبارياته في الدوري اولى به اللي هو الدرجه الثانيه، مبارياته يعني واصل لانه اخر فرقه وبيقف وبيلعب معك قدامك مباراه قويه زي دي. يعني المفترض الوضع بتاع الترسانه انه يبقى اخر فرقه في الدوري اولى به، يبقى في الدوري وبيلعب قدام النادي الاهلي بالطريقه دي، يبقى لازم تعرف انك انت كمان بتستفز الانديه اللي بيلعبوك كنادي اهلي. خلي بالك انت بتشحنهم، خلي بالك مشكله النادي الاهلي مشكله كبيره جدا حتى لما بيلعب في افريقيا. لما انت تيجي تلاعب مثلا فرقه مازيمبي ولا اي فرقه مهما كانت ماشيه كويس، لكن دي مازيمبي او لا مظبوط. أو انا ليا كلمه عادل معاك واحده بس كمل دي بس عشان انا معاك. المرحله دي اللاعب هو صاحبها، ايوه صاحب القرار فيها. المرحله دي بدخول اي مدرب او خروج اي مدرب، برضو اللاعب اللي هياخد من الشكل الجديد وهياخد من الفكر الجديد هو صاحب القرار. اللاعب هو اللي بيعمل الانجاز، ومش هيبقى في شكل جديد. اللاعب هو اللي هيقدر يجيب البطوله لان هو اللي هينفذ. أيوة. احنا الخمسه مش هنقدر ننزل نلعب كابتن شريف، احنا نقدر نتكلم زي ما احنا عايزين يا كابتن. هو أنا بس عاوز اكمل لك اللاعب هنا. لا انا اللاعب ازاي انا اجهزه في 16 يوم دول ان انا اوصله 60 70% من فكر عادل او فكر علاء النقطه دي عشان فكر هاني. ما كلامي ما يروحش حته، لا انت كده هتودي كلامي حته تانية. بص يا كابتن هقول لك كده، انت عندك 16 يوم اتفضل او كم تقريبا اسبوعين تقريبا، هيبقى 16 يوم في سفر. ال 16 يوم اللي انت بتتكلم فيهم ده لو حصل اي موقف في اي الاحوال فاللاعب هو الاصل زي ما احنا اتكلمت وانت اتكلمت، ولكن التغييره نفسها التغييره اللاعب فكر اللاعب في وقت صغير ما بينفعش. انت بتقعد شهرين وثلاثه واربعه، فدي خبرات. علشان كده انا بقول لك مثلا عندك خبرات جوه الملعب كبيره قوي متمثله مثلا في احمد فتحي مثلا كلاعب لعب احواق يعني مباريات كتيره قوي فاينالات وحاجات كده. وجوده مهم ماتش الوداد طبعا لازم. احمد فتحي في المباراتين بتوع قبل النهائي والنهائي ان شاء الله هيكون لي دور دور ودور كبير جدا، لانه دور العجيزي قال كلمه مهمه جدا على الليدر في الملعب على الروح الثانيه. ما خلي بالك يا كابتن ايمن وانتوا كابتننا وعارفينه اهو، الكابتن علاء كان قاعد، يمكن الكابتن شريف ما حصلليش الشرف اللي انا لعبت معاه ولكن يعني اتمرنت معاه فتره كده بسيطه، لكن الروح كنا بناخدها من مين؟ انكم انتوا الكبار، احنا ما كناش بنعرف نقف في الملعب من غير ما ندافع والكابتن علاء يقف ورانا. كان بيطلع عينينا وهو عارف وشايف وحاجات كتير قوي بتحصل. فانت بتتكلم على احمد فتحي هيبقى ليه وضع كبير جدا في قبلنا. اي مدرب اي مدرب موجود احمد فتحي ضروري قوي في المباراتين الفاينل وقبل الفاينل، ضروري ضروري ضروري. انا احيانا اللعيب بحتاجه في الملعب وبره الملعب، وكمان اصل دلوقتي كره القدم بقى فيه مدرب بره ومدرب جوه الملعب. انا محتاج كمان حاجه، انا محتاج كمان حاجه من يوم 10 لغايه المباراتين انا محتاج معسكر مقفول على اللعيبه بتاعتي. خلي بالك انا عندي يوم 11 ماتش بيراميدز وانا افضل ان هو يتاجل. يعني انا محتاج لعيبتي دي لازم عليها. لازم يتاجل، اقفل على لعيبتي عادل قبلها باسبوع طبعا ويعيشوا مع بعض ويبقوا واحده واحده. غير يا جماعه احنا لازم نلتمس العذر برضو، دي لعيبه وبشر وحاله الكورونا ما خلصتش. الكورونا يا جماعه ما خلصتش، صح صح. اللعيبه دي بتروح بيوتها وبترجع من بيوتها، اللعيبه دي بتضغط كل 3 ايام مباراه، احنا لازم نلتمس لهم العذر. الحرمان احسن في لهم في الوضع اللي العالم كله فيه. احنا كل شويه نسمع ان في كام لعيب في اوروبا جاله كوفيد، صح. واحنا عندنا هنا في مصر ما زالت الموضوع رايح جاي، دي برضو حاله نفسيه مأثره عليا انا كانسان وانا ماشي طبعا. في الملعب او ماشي بره الملعب او بعائلتي، وخوفي خوفي على نفسي وخوفي على العيله اللي انا منتمي ليها، خوفي على النادي كله، خوفي على مستقبلي في كل حاجه. فدي برضو حته صغيره لازم ايه الناس تبقى فاهماها، ان الحكايه من ساعه ما جت الكورونا مش 100% احنا طبعًا. يعني مش عايزين نظلم اللعيبه كمان طبعًا طبعًا. دي حته برضو لازم نلتمس كل الفرق تقريبا كده. كل الدنيا. طيب عموما هنروح لفاصل نرجع نستقبل خبرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن ابرز الامور التحكيميه لمباراه الاهلي والترسانه. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن ايمن، وبدايه تحياتي للكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل والكابتن هاني. مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي ترسانه. المباراه كانت النهارده مباراه يعني بنقول عليها درجه الصعوبه سهله تحكيميه. اولا قبل ما نخش في الحاله التحكيميه ونتكلم عن طاقم التحكيم كابتن ايمن، بنقول النهارده ان حكم المباراه هو حكم من الحكام الصاعدين الواعدين الجداد، اللي لجنه الحكام النهارده بتدي فرصه للحكام الصاعدين ان هم ياخدوا زي اللعيبه ما بتاخد في الدوري. احمد جمال من منطقه اسكندريه، حكم صاعد واعد، لعب مباريات كتيره جدا في الدوري النهارده، يعني اعتقد مر بالمباراه بشكل جيد رغم ان هي سهله، ولكن بذل مجهود كبير جدا جدا كابتن ايمن، كان مهتم بيها، كان خايف على المباراه بشكل كبير. نقدر نقول دي خطوه يقدر ان احنا من خلالها لجنه الحكام تدي الفرص بعد كده للحكام الصاعدين الواعدين. عندنا طاقم التحكيم احمد جمال هو حكم منطقه الاسكندريه، مساعد رقم واحد محمود عبد السميع لولي من منطقه سوهاج، والحكم المساعد رقم اثنين خالد رمضان من منطقه الجيزه، وعلى الفار والحكم الرابع محمد محمود عبد الله. على الفار عندنا محمد احمد عباس الشهيري بحكم بمايو، وصبر ابراهيم الاثنين على الفار. احمد جمال زي ما قلنا حكم من الحكام الصاعدين، بقول له احمد يعني اديت مباراه بشكل كويس، اديت فرصه للي جاي يقدر ياخد في التحكيم. هنشوف كابتن علاء عندنا اكتر من حاله، حالات ايجابيه وحالات ممكن للتطوير، مش هنقول سلبيه كابتن شريف، ما نقولش سلبيه، نقول للتطوير الحكم. اول عنصر عندنا كابتن بنتكلم فيه ازاي يبقى الحكم عنده قراءه للعب، كابتن علاء نشوف هنا هو بيبتدي هنا في تحضير من هنا، والكره بتعمل باص، هو هنمشي الكره سريعا، هنلاقي هو هنا شوف السبرنت اللي هو بيعمله كابتن، هنا بنتكلم فيه قراءه، مش بس مستني اللعب في المكان. كابتن علاء ابتدى يجي هنا، النقطه دي مهمه جدا يا كابتن علاء، هنرجع تاني كده ماشي، هنمشي دي طبعا دي حاله تحكيميه بالنسبه لحكامنا، هو فتح السبرنت هنا اقصى سرعه، ليه؟ لان الخط دوت كله هو مسؤوليه الحكم. نقف سبوت كابتن علاء، كابتن عادل، الخط دوت الوحيد القادر ان هو يدي فيه القرار هو حكم المباراه. الحكم المساعد اللي هناك بعيد، والحكم المساعد هنا ما يقدرش يدي قرار، ولكن الخط دوت لو في مخالفه على الخط هنا، هو هنا جه في النقطه الصح والتمركز الصحيح بشيد بيه في الحاله التحكيميه، ودي حاله تحكيميه للحكام كلها مش بس لاحمد جمال، لازاي انك انت تبقى عندك القراءه الجيده لطرق ولعب واساليب الفرقه. نروح للحاله اللي بعد كده، تمام الحاله اللي بعد كده، ونشوف حاله من الحالات مهمه جدا جدا للاسف، وهنشوف بس الحكم هنا طبعا هو لم يحتسب المخالفه كابتن ايمن خالص، وهنرجع تاني الاول هو حتى كمان لما اللي حصل في الصدام هنا، هنمشي هنمشي هنمشي، هنلاقي ان الحكم هنا ما بصش هنا خالص، وابتدى يبص ناحيه اللعب ان هنا ما فيش مخالفه، ولكن هنيجي نشوف المخالفه، هل في مخالفه وهل في بطاقه ولا ما فيش. نشوف هنا اللي هي البوينت اوف كونتاكت اللي هو مكان التلامس من لاعب الترسانه، نشوف في الاعاده عندنا اعاده اكتر من اعاده، ادي واحده ماشي تمام، عندنا اعاده تانية هتوضح مين اللي نجح في لعب الكره وهل في مخالفه تم ارتكابها من اللاعب الترسانه او لا. نمشي هنا كابتن، هنا هو هنا احمد فتحي لعب الكره، هنمشي هنمشي اللعب على طول عشان خاطر ايه الصوره تبقى واضحه، وبعد كده نشوف التلامس بالستارز. هنا احمد نجح تاني وبنقول اهو نجح في لعب الكوره كابتن، وبعد كده ستوب، هنلاقي هنا في الدخول بتهور، ودي مهاجمه كابتن، ودي تقريبا زي ما قلنا الحكم مش محتاج فيها اجتهاد، هنا كان المفروض ان في مخالفه وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء، ولكن طبعا هو يمكن احمد ما خدش باله وما حسبش المخالفه. نمر ونروح للحاله بعد كده، يلا خلينا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، ونشوف هنا التسلل، هنا عندنا مساعد هنا اعتقد خط التسلل هنا لحظه اللعب، نشوف هنا اللاعب هنا في موقف تسلل تمام، والقرار هنا الحكم نمشي، وهنا قرار الحكم هنا ان هو اشار على رايه التسلل، حكم رقم مساعد رقم 2 خالد رمضان كان امتياز، والقرار كان قرار صحيح تمام. نشوف بعد كده الحاله اللي بعد كده ايضا، هي خاصه بالتسلل، يلا هنمشي
نفس الشيء كابتن هنا وهنا، يعني نقدر نقول ان الحكم يعني تمركزه مش وحش، كان ممكن يجي ناحيه الشمال شويه، ولكن هنا طبعا خلى اللعبه تواصل وبعد كده اشار بالتسلل. واحنا بنقول برضك يعني ايه، في العاب تبقى واضحه كابتن علاء، مش محتاجه انك انت تخلي لعبه المهاجم الهجمه يعني تكمل، خلاص هي واضحه ترفع الرايه. بنتكلم في لما يكون في هجمه وهتيجي جون اخر رايتك شويه، لان ممكن يجي منها جون تبقى انت ما تعملش مشكله. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. هنقف هنا حاله مهمه جدا جدا، بنتكلم في كوبريشن بتوين ذا ريفري اند سيستم ريفري، التعاون ما بين الحكم كابتن شريف والحكم المساعد. احنا قلنا دايما لما يكون المخالفه هنا جنب الحكم المساعد، نشوف هنا التكنيك بتاع الرايه اشار وادى الاتجاه يا كابتن، يعني ما حيرش الحكم كابتن ايمن. في حكم تاني ممكن يدي الرايه يبدل ويلخبطك يعني يديك الناحيه التانيه، لكن هو هنا ادى الفاول اشار ونمشي شويه بالحاله، هنمشي وراح مدي الاشاره، حاجه ممتازه رائعه. هنا الحكم حتى لو بعيد هنا الحكم المساعد بيتدخل بالتعاون في احتساب المخالفات القريبه منه. تمام، حاله التعاون وحاله ممتازه. نشوف بعد كده الحاله اللي بعد كده. نشوف في تسلل، نشوف التسلل لحظه هو ان حتى الحكم هنا بينتظر، فالناس بيتكلموا من بره كابتن ايمن بيقول لهم لا يعني انتظروا كده، وهو طبعا بيشوف الحاله وعنده القرار. وبالتالي هنا محمود عبد السميع من سوهاج حكم النهارده كان حكم ممتاز جدا، حكم مساعد هو وخالد رمضان. تمام، حاله تسلل والقرار بتاع الحكام المساعدين النهارده كان قرار امتياز. نروح بعد كده للحاله تقريبا الحاله الاخيره. ها هنا، هنا طبعا في يعني هو كان قريب جدا جدا، ودي يمكن يعني هنا عاوز اقول ايه، هي نفس المخالفه كابتن علاء، ولكن المعيار هنا مختلف. ده اللي احنا بنقوله دايما للحكام كابتن شريف، خلي معيارك في حساب المخالفات والعقوبات واحد. طبعا هنا الدخول هل هنا زاويه الرؤيه هنا كانت اوضح بالنسبه له؟ هو هنا بيتكلم كابتن في احتساب المخالفه عوامل كتير كابتن علاء، كابتن ايمن تركيز الحكم، ازاي يكون عندك تركيز، ازاي يكون عندك زاويه رؤيه واضحه جدا. طبعا هنا رغم ان المخالفه من خلف، يمكن المخالفه الثانيه كانت واضحه جدا بالنسبه له، ولكن هي طبعا هنا المخالفه من الخلف، لكن هي كان تركيزه عالي قوي قوي وركز هل مين اللي نجح في لعب الكره، وطبعا وجري واشهر بطاقه قرار طبعا بس قرار. دي كمان كان مواجهه كابتن. صحيح، كان مواجهه التمركز بتاعه بالظبط. هو انا النهارده بقول هو بذل مجهود كبير جدا في التحرك والتماسك والتمركز بامانه، بقول له يعني مبروك يا احمد النهارده عملت ماتش كويس. حاله بقى اللي هي خلاص احنا هنا قلنا هنا في انذار وانذار صحيح بالتهور. نيجي الحاله اللي جايه كابتن، وهي حاله من الحالات المهمه جدا اللي يمكن ما حدش خد باله منها ابدا كابتن شريف بقى، وركز في الحاله دي، حاله مهمه جدا، دي حاله تعليميه لحكامنا ولجمهورنا وللمدربين، مفيش مشكله. وبنتكلم في اللعب هنا، اللعب هنا مشي، ما حدش حس ان في اي حاجه خالص، والحكم ما حسبش اي حاجه كابتن ايمن. تمام، نشوف بقى هو ايه اللي هيحصل بعد كده. خد رجله. لا لا لا، يعني قبل ما ياخد رجله يعني هو هنا ولا حسب حاجه خالص وخلى اللعبه تواصل. طيب هو هنا الفار استدعى الحكم. نروح لقطه الفار الاول. دي اللي انا كنت هكلمك فيها يا كابتن ناصر. هنتكلم. ده اللي بيقوله يا كابتن الفار يا كابتن علاء يا كابتن هاني، لما بيجي يجيب الحكم بيكلمه بيبقى الفار عنده حاجه الحكم ما شافهاش. واحنا قلنا ان الفار بيتدخل في الاخطاء الواضحه الظاهره الغائبه عن حكم المباراه. هيجيب له لقطه جميله جدا جدا جدا. هيجيب له افضل لقطه موجوده عند الفار. وهنشوف اللقطه، مش هتكلم الا لما نشوف اللقطه. نشوف هنا اللعبه ديت كابتن يعني ايه؟ هنا هو راح شاف. يلا خلينا نمشي. عندنا اكتر من اعاده، يمكن دي الاعاده الاولى. هنا بس توب. في حاجه اسمها في كابتن علاء لما اللاعب يعمل تاكلينج بيسند بايدي تحت، اوكي؟ لما اسند ايدي داعمه للجسم. لو الكره جت في ايديا وهي داعمه تحتيه كابتن هاني، وجت في ايديا وداعمه، يستمر اللعب. مظبوط. طيب لو الايد لما كانت داعمه وبعدين بقت مفروده وامتدت عملت حركه اضافيه، انت معايا كابتن علاء؟ هنا بنقول ايه؟ طالما الايد خرجت خارج نطاق الجسم وامتدت وعملت الحركه الاضافيه، بنيجي نشوف اللي هو البوينت اوف كونتاكت، اللي هو ايه؟ لحظه التلامس او مكان تلامس الكره في الايد. هل كان الوضع طبيعي؟
وهي كانت دعم الايد ولا كانت الايد مفروض. نشوف هنا في نقطه مهمه جدا، هرجع بقى باللعبه دي مهمه، لا هرجع ساعه ما الايد كانت دعمه من فضلك هنا. نمشي شويه، هنمشي شويه بعد اذنك، تمام هنا بس ستوب. هنا لو الكره جت في ايد اللاعب كابتن علي كابتن شريف، لا ما تبقاش بينالتي. ليه؟ لان انا ايدي دعمه بسند، وده القانون اللي احنا بنتكلم في القانون، ما بنجيبش حاجه من عندنا. طيب هو قال ايه القانون؟ البوينت اوف كونتاكت اللي هو ايه؟ نيجي نشوف الكره ساعه ما لمست كانت الايد وضعها ايه؟ مفروضه كابتن علاء، كانت مفروضه، كانت مفروضه. هنمشي شويه، نمشي بقى شويه، الايد اتفردت. ايوه، وبالتالي هنا الكره هنا تصطدم. ده له ادفانتج هو اللي عمل ايه يعني؟ مهمه جدا، حاله مهمه جدا. انا عاوز اقول ايه؟ حاله مهمه سهله، حاله ركله جزاء سهله جدا يا كابتن ايمن، والفار جاب حضرتك يعني هي بنالتي؟ بنالتي مفيش فيها كلام. وفي الثانيه بتاعت عادل احنا قلنا لو الايد لو الكره جت وانا ايدي داعمه سانده، انا ساند على ايدي كده وجت، يستمر اللعب. حتى لو هو مش شايفها، لا مش علاقه، انا عندي مخالفه. دي الكره اللي راحت لاجايه، الكره اللي راحت لاجايه اتعور فيها في يعني. يمكن في لطشه ثانيه. ايوه في رجل، انا عايز اسالك هنا في دبل فولت يعني؟ في بالظبط بالظبط. هنا كمان اللعبه الثانيه ان في عرامن اجيما ما وقعش، بس أيوة. انا كحكم ماليش علاقه كابتن علاء ان اللاعب وقع ما وقعش، هو في مخالفه ولا ما فيش؟ في هنا في لطشه في الرجل، في اجيما، وممكن تكون اثرت على طريقه لعبه للكوره. انا عندي مخالفه، انا بحلل حاله تحكيميه يا كابتن ايمن. أيوة. يعني انا مش هفترض افتراض، ولكن انا عندي ان في الركل في رجل اجيما من تحت. أيوة. يعني اقول ان هنا يعني مش هقول ركلتين جزاء، انا هقول ركله جزاء واضحه جدا بتعليمات او باشاره من الفار. لكن الحكم طبعا لم يحتسب، بنقول هو مر وعنده يعني اداره جيده، ولكن خلي بالك لما بتروح للفار لابد يبقى عندك المعايير في احتساب المخالفات. يا كابتن ايمن هنا ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي في الدقيقه 94. سؤال يا كابتن خفيف كده، انت في الفار لما بيروح الحكم ليه مفترض ان هو اللي بياخد القرار لما يتحيروا؟ بص هو اللي بيحصل كالاتي. هو هنا الفار استدعى الحكم في الكومنيكيشن احتماليه ركله جزاء، بيقول له كده تمام تعال شوف، هو اللي ياخد القرار، بيروح يشوف بيجيب له اللقطات اللي هي الواضحه. هو الفار عمل كده، جاب اللقطه الواضحه. بيتناقشوا، طب انت رايك ايه؟ قال له لا انا رايي مثلا ان الايد هنا مش داعمه، والايد هنا ممدوده وعمل حركه اضافيه، انا رايي كفار ان هنا في مخالفه. هو كحكم ممكن ما يقتنعش، وهو القرار الاول والاخير بيرجع للحكم. طبعا دي كانت اخر حاجه لينا كابتن ايمن، ومباراه سهله. بنقول تاني شكرا لجنه الحكام الرئيسيه ان هي بتدعم الحكام الصاعدين، واتمنى ان شاء الله ان يكون في حكام ووجوه جديده في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وترسانه في دور ال 16 لكاس مصر، والانتهاء بفوز النادي الاهلي 2-1. الف مبروك للنادي الاهلي. بنشكر نجومنا الكبار اللي امتعونا النهارده في رابورت العرب كابتن شريف عبد المنعم. مبروك كابتن ايمن، وبال ان شاء الله مباراه كاس افريقيا باذن الله رايح جاي باذن الله. باذن الله. الموهوب دائما وابدا كابتن علاء ميهوب، الف شكر. الف شكر ايمن. فيلسوفنا في الاستوديو التحليلي النهارده كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر. شكرا كابتن ايمن، الله يقوم مبروك. ومعجزتنا المعجزه كابتن هاني العجيزي، الف شكر. الف شكر يا كابتن، مبروك النادي الاهلي. والشكر ايضا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.